بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. دي الحلقة رقم 32 في دور التعليم ساب 2000. هنبدأ فيها مع عناصر الاريا element ونشوفها. العنصر الأولاني عندنا اللي هو البلين ستريس. احنا كنا اتكلمنا عن البلين ستريس قبل كده الحلقة اللي فاتت، شفنا كده فكرة عامة عنده ان هو عنصر عندنا بيكون فيه سمك معين، السمك بتاعه للداخل كده يكون اصغر بكتير من ان هو البعدين التانيين. وشرط اساسي عندنا ان الاحمال كلها في المستوى بتاعه، يعني ده مستوى بتاع اللي هو البلين ستريس، الاحمال كلها اما في المستوى ده اما في المستوى ده، مفيش حاجة خالص عمودية عليه ولا في حد يتحول الى شيل او بليت مثلا. وفي عندنا كل جوينت عندنا في العنصر بتاعنا بيكون فيه حركتين بس، حركة في اليو وحركة في الفي، حركة افقية وحركة رأسية. فده العنصر اللي احنا هنركز عليه النهارده اللي هو البلين ستريس، ونشوف عليه امثله كتيره. فانا هبدا الاول بمثال بسيط خالص عشان بس التحقيق من الموضوع ان احنا فاهمينه كويس. فده عباره عن مثلث بسيط خالص، عندنا الاحتساب بتاع كل نقطه بالمنظر ده كده بالسنتي، وعليه حمل مقداره 500 نيوتن على زاويه 50، وعندنا الاي بتاعتنا 200 والباستورش بتاعتها من 10 والتي 3 ملي. انا الكلام المثال ده حليته واحنا هنحله مع بعضينا كده برنامج الساب، وبعد كده حليته مانيولي. فطلع معايا مثلا ان هي اليو 1 3 اصفار 2، طلع برضه هنا اليو 1 3 اصفار 2، اليو 2 9.5 في 10 ماينس 5 9.5 في 10 ماينس 5 اكزاكت بالظبط زي ما في الساب، زي ما هو حل يدوي. ايه ده، واحنا ينفع نحل عنصر زي كده يدوي؟ ممكن نحل يدوي، وانا هوريك دلوقتي ازاي حليته. ده البلد والملف تلاقيه موجود تحتيه لو انت عايز ترجع له. ده المثال بتاعنا، بدات اعرف القيم بتاعتنا، وبعد كده عرفت الاحتساسيات اللي هي الاكس اي والاكس واي والجي وهكذا، وبعد كده حسبت الاريا بتاعته من المعادله دي كده. وبعد كده عندنا اللي هي المصفوفه بتاعتنا، في مصفوفه اسمها البي بتحسب بالقيم دي كده. وبعد كده مصفوفه اللي هي الفي اللي هي الاي على 1 ماينس باي سور ريشيو مضروب في الكلام ده كله، دي مصفوفه اللي هي الاي بتاعتنا او اللي هي بتربط عندك الستريس بالسترين. وعندك في الاخر الكي اللي هي الستيفنس بتحسب ان هي تي في الاي في البي ترانسبوز مضروب في الفي في البي. كل الحاجات دي معاك مبنيه على اساس اللي هي الاحتياجات بتاعتك وخصائص الماتيريال. فاول ما تعمل الكلام ده هيديك المصفوفه اللي هي الكي. الكي دي اللي هي مصفوفه اللي عارفين الستيفنس، يعني الكي دي لو عندنا مع كده اللي هي السبورتس اللي عندنا، فاحنا عندنا مربوطه مثلا هنا وهنا، فلغينا الصفوف بتاعتهم عشان خاطر نحولها بدل ما هي عنصر طاير في الهواء العنصر ممسوك. وبعد كده عندك القوه اللي هي 500 حللتها في الاتجاه الساين والكوزاين، وبعد كده ببساطه خالص اعكس الكي واضربها في الاف هيديك القيم بتاعتك اللي هي اهي، اللي هي نفس القيم طلعت معانا في برنامج الساب. طبعا هنا احنا ممكن نحلها ده ببساطه خالص، ليه؟ لان احنا في الاخر ما عملناش ماشي، احنا بس خدناها كانه مثلث واحد كده، فاحنا عاوزين الحركه اللي هنا بس. اول ما بقى كده امثله بعد كده نبدا نعمل بقى ماشي وكده، ونبقى عاوزين القيم في الداخل بدقيق، فده مش هينفع بقى نحلها ده، او معنى صح يبقى حل معقد شويه، فعشان كده احنا بنستخدم برامج اسمها هي الساب. لكن امثله زي كده مفيده انك انت ايه يبقى عندك سنس بالموضوع، ان هو في الاخر ان هو مش حاجه مش بلاك بوكس بالنسبه لك، لا انت عارف بالظبط ايه اللي بيحصل ورا، وانت كمان حلت بيدك بايدك عشان تشوفها. ممكن تحل بايدك سواء برنامج اللي هو الميبل اللي انا بستعمله ده، او اي برنامج تاني رياضه، وفي الاخر المصفوفه تعكسها تضرب فيه قوه يديك القيم بتاعتك، مفيش اي مشكله خالص عندك. وهتلاقي برضو ريفرنس كتير بتشرح اللي هو البلين ستريس بالتفصيل اكتر. انا ما وقفتش كده برضو، انا عملته ايه برضو ببرنامج اللي هو الروبوت، وبعد كده برنامج الساب حسبت الرياكشنز هنا 217 و274 217 274 165 و46 165 و46 اكزاكت برضه برنامج الساب او روبوت او اي برنامج تاني هيديك نفس الحاله مفيش مشكله. وبرضه عملت اللي هو مقارنه بالستريس اللي هو الستريس الافقي والستريس الراسي، فالقيمه هنا 2380.708 هنا 2380.71، واضح ان هم زي ما احنا شايفين مفيش اي خالص. الاس 22 الستريس الراسي 2716 88 2716.91، فواضح ان القيم هنا مش هتفرق كتير، احنا عملناها برنامج الساب او ايدينا او اي برنامج تاني، طالما انت فاهم الكونسبت الفاينايت اليمنت اللي وراه ممكن تعمله باي برنامج هيطلع معاك نفس الحل مفيش اي مشكله. وتعال دلوقتي نروح على برنامج الساب نحل المثال ده بنفسنا. تعال كده برنامج الساب ونفتح صفحه جديده ونختار واحده بتاعتنا هنشتغل على النيوتن والسنتي، ونشتغل هنا صفحه بلانك، وهنشتغل هنا مثلا اقول له على الجريد، انا عايز بس خطين مثلا جريد في الاكس وفي الواي، وبعد كده في الزيت واحد مثلا تسي نعمله مثلا 4 في 4 مثلا، عاوز عشان احدد نقطه الصفر والصفر بتاعتي بس لا اكثر ولا اقل. فلما اقول له اوكي كده بيجيبها لي كده بالمنظر ده كده في 3D، وده هو اللي هو الاكس واي. تعال نعمل زوم هنا كده بالمنظر ده، فانا عندي كل نقطه زي ما احنا شايفين كده عندها الاحتياج بتاعتها. فانا احتياجات ممكن بقى يشغل الامر اللي هو درو سبيشال جوينت، وهو بيقول لي اوفست اكس وصفر، يعني انا لسه دوست كليك هنا وهي اصفار يبقى هيحط نفس النقطه بالظبط، فممكن احدد الاوفست اللي انا عاوزها. مثلا عندي النقطة الأولى اللي هي 1.5 و1، فأقول له هنا offset 1.5 و1، بحيث أول ما أدوس في صفر وصفر هو يحطها على النقطة اللي هي 1.5 في الإكس و1 في الواي، دي النقطة الأولى عندنا. في بعد كده 2.25 و75، يبقى 2.25 و75، أدوس كليك برضه على صفر وصفر يحطها بالمنظر ده كده. أخيرا عندنا 2.4 من 10
و165. فدوس هنا كده يعمل لي نقطه كده بيظبط نقط قدر بيمثل المثلث بتاعي. ممكن بقى اعمل زوم عليهم، هم دول انا عاوز اركز عليهم بالمنظر ده كده، يبقى المثلث بتاعي هيجي بين ثلاث نقاط دول كده. تعالى بقى نبدا نعرف الماتيريال بتاعتنا والكلام ده. فاروح على ديفاين اللي هي الماتيريال، يا ترى اشتغل خرسانه ولا ستيل؟ مش هتفرق معانا، المهم في الاخر حط القيم بتاعتك اللي هي اللي احنا حددناها. مثلا هشتغل على الستيل، اقول له موديفاي شو ماتيريال، فهنا اللي هي الاي بتاعتنا تبقى 2 × 10^7، وهنا 3 × 10 اللي هي البصور. اوكي اوكي، نيجي بقى نعرف حاجه عندنا جديده هنا ما شفناهاش قبل كده. انا عارف قطاع اللي هو البلين ستريس. عشان اعرف قطاع البلين ستريس اروح على ديفاين سيكشن بروبرتيز الاريا سيكشن. هنا كده بنشتغل على اللي هي الفريم سيكشن، اعرف القطاع بتاعنا. شوفنا كده برضو التندم والكيبل. دلوقتي هنشوف حاجه جديده عندنا اللي هي الاريا سيكشن. فلما اروح على الاريا سيكشن كده اختار من هنا النوع اللي انا عاوزه. شفنا عندنا ثلاث انواع، اللي هو الشيل او تحتيه الممبرين والبليت، وفي كده البلين، وفي كده اللي هو الاسمك اكسس ماتري. فنشتغل دلوقتي على البلين، فاختار بلين واقول له اد نيو سيكشن. فيسالني انت هو نوع بلين ستريس ولا بلين سترين؟ فانا هو طبعا شغال دلوقتي على بلين ستريس، والقطاع بتاعه ليتس سي هتسميه تي 3 مللي، والماتيريال هنا تبقى اللي هي الستيل هي احنا اشتغلنا عليها، وهنا هيبقى 3/10. يبقى انا كده عرفت، بعرف بس السمك بتاعه وبعرف النوع بتاعه ان هو بلين ستريس. اوكي اوكي، اجي بقى عاوز ارسم الاريا ايلنت بتاعتنا، ودي برضو حاجه جديده زي اول مره نشوفها. فاحنا عندك هنا بعد ما شفنا العناصر اللي هي الفريم، في عنصر عندنا العنصر ده اللي هو درو بولي اريا، درو ريكتانجلر اريا، وكويك درو اريا. طلعت بينهم فرق ده الريكتانجلر يرسم لك ريكتانجلر، الكويك ده كليك داخل الجريد بيديك واحده على حدود الجريد كلها، البولي ترسم باي شكل. فاحنا دلوقتي هشتغل على اللي هو البولي، فشغلها كده واختار القطاع بتاعي اللي هو 3 مللي هيكون موجود عندي هنا، واحدد النقطه الاولى والثانيه والثالثه، هو يرسم كمان معايا ممكن حد الرابعه والخامسه وهكذا. كان انا خلصت اقول له انتر، فيعمله لي بالمنظر ده كده. يبقى ده الاحمر ده هو ده الاريا اليمنت بتاعي اللي هو يوصل ثلاث نقاط دول ببعضيهم. على فكره زي ما كنا عملنا قبل كده في الفريمز كان ممكن برضو نرسم الاول كده نعرف القطاع، مش مشكله الترتيب بتاعنا. بعد كده اشتغل عادي خالص، اختار النقطه دي والنقطه دي كده، واروح على assign joint restraint واقول له ان هما هنج. اوكي، يبقى انا كده عرفت السبورت بتاعتي. هتبان كده كانها اكس لان انا شغال في مستوى الاكس واي، فهي تحتيه. يعني لو رحنا كده على مستوى الاكس زد هتبدا تشوف اللي هي السبورت بتاعك. يعني انا مش عاوز كده، انا شغال في الاكس واي، فهتبان معانا كانها علامه زائد كده. تعالى نعمل زوم تاني على الجزء بتاعنا بالمنظر ده كده. في بعد كده القوه اللي هنا زي ما شفنا كده ممكن نحللها، ممكن نحللها او ممكن احنا ايه نلف المحاور. انا مش هلف المحاور عشان عاوز القوه بتاعتي في في افق راسي، فهحل القوه بتاعتي. فعادي اختار النقطه دي كده واروح على assign joint load forces عادي خالص زي ما خدنا قبل كده. وفي حاله الديت عشان ابدا احلل عندي القوه دي اللي هي 500، فباتجاه اللي هو انا عندي المحاور اكس كده والواي كده. لو عملنا زوم بره كده شويه عشان نشوفها بالمنظر ده كده، فال 500 كوساين الزاويه هتبقى في اتجاه الاكس بالسالب، يعني هيبقى عندي هنا -321.39، ده اللي هي في الاكس. بعد كده هتبقى في الساين الزاويه في النيجاتيف واي، فهي 500 ساين 50 هيديني اللي هي -383.02. يبقى دي القوه بتاعتي اللي هي شغاله معايا. اوكي، حاطط لي قوه كده وكده، دي القوه بتاعتي بعد ما حللتها. طبعا انساش انا مش داخل معايا الاون ويت هنا، يبقى اروح على اللود باتر واصفر الاون ويت بتاعنا موديفاي. اوكي، وكده ابدا احل المنشا بتاعي. في خطوه ممكن نعملها ان احنا شغالين في مستوى الاكس واي بس، ممكن نروح على انالايز سيت اناليسيز اوبشن واخلي هنا اليو اكس واليو واي. هو هنا بيحل على الحل على ست اتجاهات، لكن طبعا عندي هنا بلين ستريس بس، فهو يحل على المفروض على اتجاه يو اكس واليو واي بس. ممكن شيء انت صح من هنا اسهل على البرنامج واخليه اسرع، او دلوقتي هنسيبها وبعد كده ممكن نعدلها في امثله بعد كده. هعمل ران اناليسيس برضو حالة الموديل مش عاوزها، فاقول له ران دونت ران، وبعد كده ران ناو، واسمي الملف بتاعي ليتس سي فيريفيكيشن اكزامبل 1 وسيف. فحل المنشا بتاعي جاب لي شكل الديفورمد شيب. لو وقفنا على النقطه دي كده هيديك نفس القيم اللي كنا شفناها في اللي حل يدوي او شفناها في برنامج اللي هو روبوت او اللي هي في السابق قبل في الصوره اللي كنت واخدها 2 × 3 أصفار 9.5 × 10⁻¹ في الحركه الراسيه. ممكن برضو نعرض الاكشن عادي خالص، نروح على الجوينتس ونعرض اللي هو حاله دي بتاعتنا الرياكشن، يطلع معانا نفس القيم اللي هي 217 × 274 وهكذا، نفس القيم بالظبط. في بعد كده ممكن نشوف على الاستريس حاجه لسه ما شفناهاش قبل كده، ونشوفها بتفصيل امثله ثانيه، لان احنا مش عاملين مش هنا، فدي قيمه واحده داخل الشكل كله. لكن مثلا نبص عليها كده في البلين، لما تروح على البلين
هيقول لك انت عاوز ايه، عندك الاس 1.1 اس 2.2 اس 3.3 اس 1.2 اس ماكسيمم اس مينيمم اس في ام. والكلام ده احنا شرحناه الحلقه اللي فاتت، شفنا فيها الماكسيمم مينيمم اللي هو البرنسبل ستريسز، الفي ام اللي هي الفون ميسز، وبعد كده اس 1.2 اتجاه الافقي، اتجاه الراسي او اتجاه محور 1، اتجاه محور 2، اتجاه محور 3، واللي هو الاتجاه بتاعنا اللي هو التورشن. وعلى فكره احنا ممكن برضو كنا نروح على ديسبلاي ميسيلينياس على الاريا واقول له شو اللوكال اكسيز، اوكي، فتلاقي احمر اخضر يعني 1 و2، يبقى واحد محور 1 كده ومحور 2 كده، يبقى الاس 1.1 اللي هو كده واس 2.2 اللي هو كده واس 3.3 اللي هو عمود عليه المفروض يكون بصفر. فلو رحت على البلين واخترت مثلا اس 1.1 اوكي، طلع لنا قيمه واحده زي ما احنا شايفين، المفروض يبقى في اختلاف جوه لكن احنا مش عاملين مش في طريقه قيمه واحده بس اللي هي 2380، ونفس الكلام برضه يطبق على اس 2. فده المثال الاولاني اللي احنا شفنا فيه فكره عن اللي هي البلين ستريس. تعالى نشوف مثال عندنا الاولاني بقى اللي هو مثال يكون فيه افكار شويه عن اللي هي البلين ستريس. فدي انا مثال برضه جايبه من كتاب كده، وفي مثال اتعملت استخدم وحدات اللي هي الراتل وكده، لان هي دي مش شغال في نورث امريكا، فبرضه فعشان برضه يبقى عندنا فكره عن الوحدات الثانيه اللي هي الانش والامبريال، لان مثلا لو يعني لو في يوم من الايام سافرت نورث امريكا اللي دايما بيستخدموها هم في قطاع الانجنيرنج للاسف يعني، فعشان كده احنا برضه نتعلم عنها شويه. فعندنا هنا المثال ابعاد احنا شايفين بالانشز، في عندنا تو بانلز، البانلز ممكن تكون اي حاجه، عندك بانل كده وفيها ستيفنر افقيه وراسيه، فعندك البانل دي ودي سمكتها 800 انش وابعادها 20 × 15 و20 × 15، وفي حمل هنا مقداره 10000 رطل، والبصوره بتاعتها من 10، الاي بتاعتنا 10.4 × 10^6 رطل على الانش سكوير، الفيرتيكال ستيفنر اللي هم الراسيين دول قطعهم نص في نص انش، والهوريزونتال 4.4 × 10/4، وهنعمل ريليز للعناصر بتاعتنا اللي هي الستيفنر. في الاخر في بانل بينهم دي، يبقى عندي هنا فريمز وجواها في بلين ستريس وعليها حمل هنا، وعايزين نحسب الديفليكشن عند النقطه دي هيطلع معانا كام. فتعالى نروح على السام نشوف نعمل ازاي الكلام ده. هنيجي كده برنامج السام ونغير واحده بتاعتنا نخليها اللي هي الراتل والانش، وبعد كده نبدا نشتغل مثلا على الجريد. فانا عندي في الاكس في عندي 3 خطوط، وفي بعد كده في الواي هيبقى عندي في خطين بس، وطبعا في الزيت هو خط واحد بس. عندي مسافات اللي هي الاكس اللي هي ال 20، ومسافات اللي هي الواي اللي هي ال 15، وما نزلتش تفرق معايا انا شغال في مستوى الاكس واي. اوكي؟ واقفل 3 دي كده فيديني شكل بتاعي بالمنظر ده كده، فوقتها مش المفروض البانل بتاعتي هتبقى هنا. فانا هبدا ارسم عشان هنا عندي جريد، فانا ممكن ارسم بسهوله جدا. فانا ممكن عندي استخدم اللي هو الدرو ريكتانجل اريا، او حتى ممكن استخدم بولي طبعا عشان نعمل مثلث بيه. الدرو ريكتانجل يبقى انا هشغله كده، احدد النقطه الاولى والثانيه فيديهولي على طول بالمنظر ده كده. نفس الكلام احدد النقطه الاولى والثانيه يديك الريكتانجل بتاعك بالمنظر ده كده، كانك بترسم ريكتانجل في الكاد. الكويك في حاجه من اثنين، يا اما دوس كليك داخل كل واحده فيهم هتلاقي ديك على طول، او ممكن حتى اسرع في الكويك ان احنا ممكن نعمل شغله كده ونعمل ويندو، واي خطوط جريد دي جواها هي تعمل جواها شكل. فاحنا زي ما احنا شايفين كده ناخد بالمنظر ده كده يعمل اثنين منظر مره واحده. احيانا كويك بيكون سريع جدا ان احنا نستخدمه. فنيجي نعرف السبورت بتاعتنا، فاحنا عندنا هنا النقطه دي كانت اللي هي الهنج، فاختار النقطه دي كده عادي واروح على الساين جوينت ريستريند واختار هنا هنج. اوكي، عندي بقى هنا رولر، بس ما ينفعش اختار كده واروح على طول على الساين جوينت ريسترين واختار رولر واقول له اوكي، هيبقى غلط او ابلاي يعني. ليه؟ لان هو مسك حركه 3، انا عايز في الاخر امسك الحركه دي، فلازم اعرف هي دي ترى 1 ولا 2 ولا 3 عشان شغال في دي مستوى اكس واي وشغال عنصر جديد. انا ما اعرفش اعرفها ازاي، اروح على ديسبلاي شو مثلين الساينز على الجوينت واقول له ظهر لي اللوكال اكسيس، فهو هنا احمر اخضر ازرق 1 2 3، فواضح ان اللي هو الراس ده اللي هو الاخضر اللي هو 2، يبقى انا عايز امسك اتجاه رقم 2 مش اتجاه رقم 3، ان هو ده الاتجاه بتاعي اللي انا عاوز امسكه، يختار هنا 2 واوكي. طبعا عندي هنا فريمز، فممكن برضه اشغل امر اللي هو الكويك درو فريم، ونفس الفكره برضه ممكن نعمل ويندو كده هيديك الاضلاع كلها بتاعت الجريد اللي جواها بالمنظر ده كده. احنا نبدا نعرف بقى الماتيريال بتاعتنا والكلام ده كله، فنروح على ديفاين اللي هي الماتيريال، لاتس اشتغل على الستيل، وتاني مش مشكله لو اشتغلتها خلصانه طالما مش بعمل تصميم مش مشكله، اي ماتيريال استعملها عادي خالص، المهم تظبط القيم بتاعتك زي ما انت عاوز. والموديفاي وشغال على اللي هو الراتل والانش. فعندي هنا كانت اللي هي الاي 10.4 اي 6 والباسورش بتاعتها من 10. اوكي اوكي، نعرف القطاع بتاع الاريا، يبقى ديفاين سيكشن بروبرتيز الاريا سيكشن، اختار من هنا ان انا شغال على بلين، اد نيو سيكشن اللي هو البلين ستريس، اسميه مثلا تي 3/100، واختار من هنا الماتيريال بتاعتي واقول له هنا 3/100. اوكي اوكي، واختار طبعا انا حد وقت عرفته بس، لكن هو ما زال متاخد على قطاع الديفولت اللي هو الاريا سيكشن 1 اللي هو نوع شيل كمان، فانا اختار ده وده واروح على الساين اريا سيكشن،
يبقى هنا عكس المره اللي فاتت. يعني المره اللي فاتت احنا عرفنا قبل ما نخص عرفنا قبل ما نرسم عشان كده التخصيص حصل اوتوماتيك، لكن احنا هنا رسمنا الاول فلازم الاول ايه اختار كده واقول له اوكي يبقى هم اخذوا المنظر ده كده. نفس الكلام نعمله برضو للسكشن اللي هي بتاعه الفريم، عرفهم في الاول سكشن بروبرتيز فريم سكشن ده خدناه اكتر من مره، اد نيو بروبرتي على اختار الريكتانجلر وغير الماتيريال من سكشن اللي هي الستيل. احنا عندنا الفيرتيكال كان نص في نص، اوكي، وبعد كده اعمل له اختار وقال له اد كوبي واعمل اللي هو الهوريزونتال اللي هو 4 من 10 في 4 من 10 اوكي اوكي. برضه لازم اخصص اختار التلاته دول كده. شوف انا هنا وانا بختار خدت معايا الاريا مش مشكله خالص، انا اول ما اروح على اساين فريم هو هينسى اي حاجات انا مختارها غير الفريمز. اختار فريم سيكشن واختار اللي هو الفيرتيكال وابلاي وكده اختار دول ودول والهوريزونتال اوكي. يبقى انا كده عرفت اللي هو الهوريزونتال والفيرتيكال بتاعي. نحط الحمل بتاعنا، في عندنا الحمل اللي هو ال 10000 هنا، يبقى اختار كده واروح على اساين جوينت لود فورسز وفي حاله اللي هي الواي هتبقى ماينس 10000 بالمنظر ده كده اوكي، فيحط الحمل بتاعي بالمنظر ده كده. يبقى احنا كده عملنا اغلب الخطوات اللي احنا عاوزينها، عرفنا القطاعات الماتيريال وهكذا. بس بقى نيجي بقى النقطه المهمه اللي احنا شفناها في المثال اللي فات اللي هي الميش. لو حليت المثال ده على كده يبقى هو كده السيرس اللي في الداخل ده مش هيديك القيم الديفورمد شيب، لان في الاخر هو كده خد اربع نقاط بس هنا. فانا عاوز اعمل بقى ايه ميش، ان انا عايز احسن الايه الشكل بتاعي. فزي ما شفنا احنا ممكن نعمل ميش زي ما احنا عاوزين باي حجم احنا عاوزينه. اعملها ازاي الميش؟ اختار الاريا بتاعتك واروح على اساين اريا وكده الحاجه اسمها اوتوماتيك اريا ميش، فهي معموله على نون. في عندنا بقى اكتر من اختيار هنا نشوفه بعد كده تباعا. دلوقتي انا هركز ان هو احنا ممكن نقسم بالعدد، ممكن بالماكسيمم سايز، ممكن اقول له ما تزودش عن كذا. فانا هنا السايز مثلا اقول له انا عاوز احنا عندنا ابعاد 20 في 15 لاتسي اقول له 1 انش 1 انش. وتاني انا مش عاملها هنا، احنا دايما كنا بنعمل اللي هو سنسيتيفيتي اناليسيز، انك انت لازم تحل على واحد واحد تحصل على الحل بتاعك، سجل القيم بتاعتك واعمل ران مره ثانيه على نص القيمه دي، نص انش نص انش. لو حصلت على نفس القيم يبقى انت كده ماشي صح، لو قيم مختلفه يبقى تبدا تصغر تاني. لكن انا هنا الواحد ممكن تبقى تكون مناسبه، يجي لك بعد كده الخبره يعني تبقى عارف الايه السايز اللي هو يكون مناسب معاك. فاوكي فكده انا عملت الميش بتاعتنا. فهعمل ران اناليسيز برضو حاله المودل مش عاوزها، برضو احنا نسينا نصفر الاون ويت خليه بصفر عشان ما يخش معايا في الحسابات. وبرضو احنا عايزين الفريمات نعمل لها ريليز، اختار كل فريمز كده عشان هو في المثال هو عامل ريليز يعني. فاعمل اساين فريم ريليز بارشال فيكستي للمومنت 3 من الستارت والاند. ممكن برضو نعمل مومنت 2 2 لو احنا عاوزين والتورشن، ده اللي هو الحل اللي هو دي اكزاكت مفيش اي مومنت يظهر معاك اوكي. وكده خلاص نعمل ران اناليسيز لحاله الديد بس، اقول له ران ناو واسميها مثلا مثال واحد. كده هو حاله ديفورمد حل الشكل بتاعي وجاب لي شكل ديفورمد شيب بتاع المساله بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده في مربعات صغيره ظهرت معانا كانتش موجوده في الاول لان هي دي المش، فالمش تظهر معانا بعد الحل بس هو بيخزن الحل. العنصر اللي احنا رسمناه ده بيقسمه مربعات صغيره زي ما حددنا هي 1 انش في 1 انش، وعند كل نقطه من دول بيحسب لك مقدار الديفورمد شيب، ومن خلال النقط دي بيقدر يحسب من خلالها الاستريس والسترين داخل كل مربع مقداره كام. فانا هنا لو وقفنا على النقطه دي كده هيديك شكل القيم اللي هي بتاعتك اليو 1 هي الحركه الفوقيه بكام، واليو 2 اللي هي الحركه الراسيه بكام، وبرده نفس الكلام هنا. طبعا دي ممكن ديفورمد شيب اللي هو اجيبه من شكل الديفورمد شيب من هنا كده. بعد كده لو رحنا مثلا رحنا على الاختيار ده ممكن برده اعرض الرياكشن من هنا الجوينت زي ما خدنا قبل كده عادي خالص. هيديك الرياكشن بتاعك هتلاقي 5000 هنا و5000 هنا، طبيعي ان هي 10000 هنا مقسومه هنا وهنا. في بقى عندنا هنا رحنا على البلين زي ما شفنا عندنا الاستريس 1 وال 2 هم شغالين عليهم احنا دلوقتي. فهناك طلع معانا قيمه واحده بس في المثال الاول ما شفنا ما كانش عامل مش، لكن هنا اخترت اس 1 1 اوكي هيطلع لك كونتور زي كده الوان بالمنظر ده كده شكل ظريف خالص. بس طبعا لازم نفهمه كويس ايه هو ده. ده اللي هو الاستريس اللي هو الافقي اللي عندنا، فمنطقي انا حاطط قوه هنا كده ده يشتغل كانه كاميرا بالمنظر ده كده. فانا متوقع ان الاستريس تحت يكون بوزيتيف تنشن يعني وهنا يكون نيجاتيف. ده طبعا طالع معانا هنا كانها كاميرا في الاخر متحمله هنا وهنا ليها قطاع معين وعلى حمل في النص كده. فهنا اكبر ستريس تنشن اللي هو مثلا 2600 وهنا اكبر ستريس تنشن الكومبريشن هو 3000 وشويه او معلش 30000 وهنا 26000. طب اتحرك كده بدقيق القيم هو في كل مكان تقف عليه، والالوان دي حسب اللي هنا القيم بتاعتك اللي هو الرينج بتاعه كل واحده. لو رحنا على الاس 22
اللي هو الاسترس الرأسي. فانا زي ما اتوقع تحت تأثير الحمل ده كده هيبقى فيه انتفاخ هنا كده، الاسترس متركز ناحية شكل كده. يعني مثلا هنا اتكلم على 30,000 وكده يبدأ يقل 18-12 هكذا، يطلع هنا يبقى 2000 بس. النقطة دي هي كده اكثر حاجة شايلة معانا ايه استرس. ونفس الكلام عند الرياكشن هنا برضو هيبقى فيه برضو تركيز في الاسترس، فده الاسترس اللي هو الرأسي. يعني مثلا لو تخيل احنا عاوزين نحط حديد رأسي هحط له الاسترس القيم اللي مقدرها هنا كده، فتحت تأثير الحمل ده في استرس هنا مركز. باقي الاحمال هنا قيمة صغيرة خالص، لان هو في الاخر مفيش هنا احمال مركزة معانا، ويجد هنا تركيز استرس تاني عشان تأثير اللي هو الرياكشن اللي عندنا. بعد ما شفنا المثال الاولاني وحلينا كده، هنشوف مثال تاني عندنا. المثال ده نركز على فيها نقطة مهمة بقى، ازاي نفرق بين حاجة اسمها الميش وحاجة اسمها ديفايد. احنا المثال الاولاني عملنا حاجة اسمها الميش، بس احيانا مش بتبقى شغاله معانا كويس، بنضطر نعمل حاجه اسمها ديفايد. المثال ده هيركز على كده ان احنا نحله مرتين، مره بالمش ومره بالديفايد، عشان نشوف الفرق بين الاثنين. فاحنا عندنا الابعاد بتاعتنا ده شكل كده، ابعاد 60 في 60 زي ما احنا شايفين، وفي الناحيه دي فيكس ايدج، وفي بعد كده السمك ده 3 ملي، وبعد كده بصوره 8/10 والاي 2/10 نيوتن على سنتيمتر مربع. الحمل بقى اللي هنا عندنا حمل بريشر بيركز على القطاع بتاعنا. القطاع بتاعنا اللي هو بالمنظر ده كده في بريشر بيأثر عليه كده، بس البريشر ده مش قيمه ثابته، ده قيمة متغيرة بالمنظر ده كده حسب معادلة. يعني هو قوة compression force مقدارها اللي هو 2 مضروب في نص الواي زائد 10. الواي طبعا اللي هو مقسم من النقطة دي اللي هي 0 و0. فاحنا كل ما نطلع لفوق الحمل ده معانا، لو بدأنا من هنا الواي تبقى بصفر، يبقى الرقم ده يكون 20. نطلع هنا يبقى الواي ب60، يبقى 30 زائد 10 40 في 2، يبقى القيمة هنا 80. يعني هو بيتغير من هنا من 20 لحد ما يوصل لقيمة مقدارها 80، مقداره pressure. فدي المعادلة بتاعتنا، واحنا عايزين نحل الكلام ده على برنامج الساب. فتعالى نروح على الساب نشوف نحل المثال ده، نشوف الفرق بين الميش والديفايد. هنيجي كده في برنامج الساب عندنا ونفتح صفحه جديده ونختار واحده بتاعتنا اللي هي تبقى نيوتن والسنتي هنا، وبعد كده اشتغل على مثلا اختيار اللي هو الجريد. فاقول له انا عايز اشتغل مستوى الاكس واي، وينفع حد يشتغل مستوى الاكس زد برده مش مشكله، او حتى الواي زد. فاقول له هنا 2 وهنا 2 واقول له هنا 1. طبعا ابعاد في الاكس اللي هي 60 وفي الواي برده 60، وفي زيت مش هتفرق معانا ان احنا في الاخر شغالين في مستوى الاكس واي بس. اوكي، هيعمل المربع بتاعي كده، ده اللي يمثل هي ابعاد البليت بتاعتي اللي هي 60 في 60. فنبدا نشغل نعمل الماتيريال عندنا. فنروح على ديفاين ماتيريال، مثلا اشتغل على الستيل، اقول له موديفاي وشو ماتيريال. فعندي هنا الباسورج 3/10 مظبوطه، بعد كده عندي الاي اللي هي 2/10 7، فاقول له 2 اي 7. اوكي اوكي، نعرف بقى القطاع بتاعنا. احنا عارفين عندنا ماتيريال هنا سمكها 3 ملي، يبقى اروح على ديفاين سيكشن بروبرتيز واقول له هنا المره دي ايه اريا سيكشن، وبعد كده اختار من هنا بلين. انا شغال لسه على بلين، واقول له اد نيو سيكشن، اتاكد ان هو بلين ستريس. مثلا اقول له تي 3 ملي، واقول له هنا 3/10. وطبعا ما انساش ان هي اخلي الماتيريال هنا على اللي هي الستيل. اوكي اوكي، ابدا ارسم البليت بتاعي. زي ما شفنا عندنا ممكن اكتر من اسلوب، ممكن اشغل اللي هو ريكتانجل وحد النقطه الاولى هنا والثانيه هنا، او ممكن اشغل الكويك وجاست كليك في الداخل هيديهولي بالمنظر ده كده. يبقى انا كده عرفت البليت بتاعي. انا في المثال ده عاوز اوضح الفرق بين الحاجه اسمها الميش والديفايد. فاحنا قلنا قبل كده اكتر من مره ان هي الميش بتعمل تقسيم للشكل بتاعك. احنا في الاخر كده لازم نقسم الشكل بتاعنا عشان خاطر يدينا ريزلتس تكون مقبوله شويه. وشفنا احنا مثلا نقسمها تكون حاجه صغيره خالص، وبعد كده احنا ممكن مثلا نعمل حل ونقارن الحل بتاعنا لو احنا عايزين نزود اكتر الميش نعمل زياده وهكذا. فالفرق بين ميش وديفايد ان ديفايد هيقسمها دلوقتي بحيث ممكن تختار حته وتمسحها لو انت عاوز تمسحها، لكن ميش بيعمل ميش اثناء الحل بس. فايه الديفايد اسهل شويه، انك انت ممكن مثلا تبقى عاوز تمسح جزء منه او حاجه، مش هينفع كده نعمل كده في الميش. لكن على المقابل الديفايد وانس ان عملته مره صعب جدا انك تعدله تاني. لكن الميش احنا مثلا ممكن نعمل على شكل معين، نلاقي مثلا ان هو كورس شويه احنا عايزين نصغر السايز شويه، ممكن نصغره عدل زي ما احنا عاوزين. فدلوقتي انا هختاره وهعمل ريبليكيت، اقول له واحده بس مثلا مسافه 60 عندنا، ليتس سي هعمل على مسافه 80. اوكي، فعمل الاثنين، واحده هعمل لها ميش والثانيه هعمل لها ديفايد، فاعمل له نفس الحجم بالظبط ونشوف الريزلت هتطلع ازاي. فليتس اختار دي كده واروح على اساين اريا اوتوماتيك اريا ميش، واقول له هنا على الماكسيمم سايز بتاعي مثلا ليتس سي اقول له كل 5 سنتي 5 في 5. مهم هنا اختار اد اون اتش وانستريند كونسترينت اكس ادجست ادجيسنت كورنر بوينتس، عشان خاطر لما اختار هنا بعد كده اعمل هنا فيكس وهنا فيكس، هو يخلي اللي بينهم برضو يكونوا فيكس. فاختار الاختيار ده واقول له اوكي. هاجي الناحيه الثانيه اختار دي واعمل لها اديت اريا
ديفايد اريا، وبرضه على نفس الحجم بالظبط اللي هو كان 5x5. اوكي، فانت زي ما احنا شايفين هنا اوريدي هو قسم على طول، لكن هنا ما قسمش، هنا بعد الحل بس هيبان عندك التقسيم. فالميزه هنا ان احنا ممكن نختار دي دلوقتي عادي ونروح تاني نغيرها، مثلا نخليها 10x10 او نخليها 1x1 حتى، لكن هنا ديفايد صعب شويه ان احنا نرجعها تاني. نبدا بقى نحط السبورتس، اختار النقطه دي ودي وطبعا النقط دي كلها، واقول له assign joint restraint fix. اوكي، وعلى فكره اخترت برضه هنج مش هتبقى هي الفيكس، لان هو في الاخر انا هشتغل في مستوى اليو اكس واليو اي بس، عشان ده بلين سترين بلين ستريس، عشان احنا اخترنا الاختيار اللي هو ادون ايدج. دلوقتي اول ما يعمل مش هو هيخلي النقطه اللي في النص برضه هتكون بنفس الحكايه، هتكون برضه ممسوكه بنفس الاسلوب. نيجي بقى نحط الحمل عندنا. فاحنا الحمل عندنا زي ما احنا شايفين كده هو حمل كومبريشن، لكنه مش حمل مش منتظم، يعني واخد هنا قيمه وبعد كده حسب معادله، يعني عندنا معادله اللي هي 2 مضروبه في نص الواي زائد 10 الواي اللي هو الارتفاع يعني بتاع كل نقطه عندنا. فاحنا اخترنا الاريا مثلا، كنا خدنا قبل كده رحنا على الساين اريا لود سيرفيس بريشر، هنلاقي عندنا ان في مثلا ان هو بالاي اليمنت ان احنا نحدد القيمه عندنا، كان مفيش معادله، لكن ممكن عادي نحددها حاجه اسمها الجوينت باترن. الجوينت باترن احنا ممكن نعمل معادله كده في برنامج الساب بنخصصها للجوينت بتاعتنا، بحيث بعد كده اي حمل بنحطه بيضرب في المعاملات دي بحيث تعمل احمال بشكل معين. فاحنا ده اللي هنعمله. ففي الاصل عشان نعرف جوينت باترن احنا ممكن نروح على ديفاين وبعد كده نقول له جوينت باترن. في حاله اوريدي موجوده عندنا ديفولت ممكن نستخدمها، او انت عاوز تعمل حاله ثانيه اكتب اسمها هنا وقول له اد نيو باترن نيم، لكن احنا ديفولت بالنسبه لنا كفايه ممكن نستخدمها عادي خالص. فانا هعمل ايه؟ هختار الجوينت بتاعتي، مثلا اختار الجوينت دي ودي، واروح على اساين جوينت باترن، فيقول لي اختار الحاله بتاعتك من هنا، طبعا شغال على اللي هي الديفولت ما فيش عندي غيرها. فبيقول لي بقى عندك المعادله اهي، الاي في الاكس زائد البي في الواي زائد السي في الزي زائد الدي، هتحدد القيمه بتاعت الاي والبي السي الدي، هتضرب في الاكس والواي والزي اللي هي الاحداثيات بتاعت كل نقطه عندك، حسب الاحداثيات هيديك الحمل طبعا حسب المعادله بتاعتك. فاحنا معادلنا المعادله اللي هي نص واي زائد 10، يعني الواي مضروبه في نص يبقى البي هتبقى بنص، وبعد كده الدي اللي هي الكونستنت بتاعنا هيبقى ب 10. فدي المعادله بتاعتي اللي هي بتربط الاحداثيات، وبعد كده الحمل بتاعي لما احط الحمل احط مقدار الحمل اللي هو مقداره 2. فاختار كده اقول له ابلاي، فهو كده حط النقط بتاعتي. لو دوست رايت كليك على النقطه كده هيجيب لك ان هي في حاله الديفولت الفاليو بتاعتها ب 40. نفس الكلام هطبق هنا الناحيه الثانيه، اختار الجوينتس كلها كده وبرضه نفس المعادله هي بالمعادله دي كده. فمعنى ايه؟ هو ياخد كل نقطه كده وحسب الواي بتاعتها يحسب المعادله، يعني عندك مثلا النقطه تحت دي الواي بصفر، بص كده تحت هنا النقطه دي الواي بتاعتها بصفر، فطبعا الواي يبقى المعادله بتاعتنا هيبقى البي اللي هي نص بصفر خلاص بصفر، يبقى المعادله هتديك 10، يبقى القيمه هنا تبقى 10. الناحيه الثانيه هنا الواي ب 60 هيبقى نصها اللي هي 30 زائد ال 10 يبقى القيمه ب 40. القيمه ال 40 دي او القيمه اللي هي 10 هتضرب في الحمل بتاعك اللي انت هتحطه بعد كده في اي حاله تحميل لما تختار اللي هي الديفولت جوينت باترن بتاعتنا. فاختار كده واقول له اوكي. لو اخترنا كده رايت كليك هتلاقي هنا الفاليو ب 10 فعلا، وهنا لو رايت كليك القيمه هنا ب 40. نيجي بقى نحط الاحمال بتاعتنا. طب احط الحمل ازاي؟ الحمل انا عاوز احطه على السيرفيس ده كده، في عندنا حمل اسمه اللي هو السيرفيس بريشر، ده عشان اعمله اختار كده الاريا واروح على الساين بعد كده اريا لود واقول له هنا سيرفيس بريشر، فده اللي هو يعمل لك يعني بريشر على سطح من الاسطح. هتلاقينا اختار عندك انت عندك مثلا اول حاله تحميل عادي خالص، اختار الحاله اللي انت عاوزها، بعد كده عندك التوب الباتم يعني من فوق ولا من تحت، بعد كده عندك الايدج، عندك ايدج فيه مثلا 1 2 3 4، فانت حسب الايدج بتاعتك بتختار بقى القيمه بتاعتك. طب الايدج اعرفها ازاي؟ هو حسب العنصر بتاعك ما ترسم، يعني انت بترسم نقطه 1 2 من 1 2 3 4، هتلاقي دي النقط بتاعتك اللي هي دي ايدج 1 ايدج 2 3 4، يعني انت مثلا ترسمت عادي اللي هو العنصر ده كده ممكن تحدد النقطه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، فمن خلالهم كده بتحرف الايدج بتاعتك. فانت ممكن مثلا تكون مش عارف هنا الايدج فين، مش مشكله ممكن نجرب بعد كده نعملها. يعني افترض ان هو بدا من هنا غير عشان احنا رسمنا من هنا لهنا او عملنا الكويك، هو غالبا يبدا من هنا لهنا، فاصبح دي نقطه رقم 1 2 3 4، يبقى دي الايدج رقم 1 الايدج رقم 2 الايدج رقم 3 الايدج رقم 4. فانا اختار الايدج واقول له انا شغال على الايدج رقم 2، وممكن اغيرها بعد كده لو لقينا اللي هو الايدج دي مش 2 اغيرها براحتي. فيقول لي ممكن تحط هنا بريشر على طول مقدار نيوتن على سنتيمتر مربع القيمه لو هي قيمه ثابته، او لو انت عاوز تضربها في معامل يبقى تختار اللي هو ايه باي جوينت باترن، يعني اضرب القيمه اللي هديها لك في معامل. يعني لو احنا حطينا هنا ماينس 2 مثلا، يعني هنا ماينس يعني كومبريشن، لو بلس يبقى تنشن، يبقى كده القيمه هتبقى ماينس 2 على السطح كله. يعني تعالى نجرب كده، نختار ماينس 2 ونقول له ابلاي، كده هيحط لك قيمه هنا ماينس 2 وماينس 2 هنا على السطح كله، يبقى عندك قيمه ماينس 2. انا مش عاوز كده، انا عاوز اشتغل على الباي جوينت على الديفولت واقول له هنا الحمل مقداره ماينس 2.
يبقى الماينس 2 هتضربها بقى في ايه؟ في الجوينت اللي عندك، قيمه المالتبلاير بتاعتك اللي هي في حاله الديفولت. اتاكد انا مختار البليس عشان يشيل الحاله اللي هي دي اللي احنا مش عاوزينها، ويحط الحاله بتاعتنا. اختار الاريا تاني اقول له ابلاي، ففعلا خلى القيمه هنا ماينس 20 والقيمه هنا بماينس 80، وده احنا متوقعينه فعلا من المعادله. لما نضرب تحت اللي هي 2 في نص في 0 زائد 10 هتلاقي هنا قيمه ب 20 وقيمه هتبقى ب 80. نفس الفكره بالظبط نعملها على دول كده، نختارهم كده ونفس الحاله خالص اللي جوينت باترن برضو على ديفولت على ماينس 2 واقول له اوكي، فحط لي احمال كده. لو عملنا زوم عليها هتلاقي عندك فعلا بدا من 20 25 30 ماشي حسب المعادله. فدي المعادله بتاعتنا اللي هي الجوينت باترن، بتعمل لك ايه قيم احمال زي احنا شايفين كده متغيره حسب المسافه اللي عندك اللي انت عاوزها. كده يبقى انا عرفت اللي هو الحمل بتاعنا. ممكن نروح تروح على اللود باترن، احنا مش عاوزين الاون ويت، اصفره اوكي، ونبدا بقى نعمل ايه ران. قبل ما نعمل ران هروح على انالايز سيت اناليسيز اوبشن واحدد الاتجاه اللي انا عاوز اعمل فيه تحليل. فانا شغال على مستوى اللي هو الاكس والواي بس، مفيش عندي دوران او حاجه في البرين ستريس، يعني في حركه عند كل نقطه عندها حركه في الاكس وحركه في الواي، حركتين بس. فممكن اشيل كل حاجه من هنا واختار يو اكس ويو واي عشان العب في الحته دي كده. يعني في الاصل ممكن احسن تسيبهم زي ما هم، لكن تلعب فيها بس لما تبقى فاهم انت بتعمل ايه. انت عارف العنصر بتاعك برين ستريس، في عندك نقطه حركتين بس في الاي اكس وفي الواي بس، يبقى انت ماشي مطمن اختارهم وبعد كده اوكي. وكده بقى نعمل ران اناليسيز، مش عاوزين حاله الموديل، واقول له ران ناو، هقول له اكزامبل 2 وسيف. فعمل لي ران، واول حاجه لاحظها ان العنصر ده رغم ان هو كان في الاول ما كانش متقسم، دلوقتي اصبح عباره عن مش كده. ليه؟ ده الفرق بقى بين ديفايد وبين مش، ان المش بيعمل لك يعني التقسيم خلال اثناء اللي هو الموديل بس. لو حذفنا الحل هيرجع ثاني عنصر واحد، لكن ده خلاص احنا ده قسمناه وخلصنا. عشان احنا اخترنا اختيار اللي هو ادون ايدج، كل النقط اللي هنا اصبحت معانا برضو ان هي ايه؟ واخده معانا اشارات زي كده. لو رحنا دلوقتي مثلا عرضنا ديفورمد شيب لحاله الديت وقلنا له مثلا درو كونتور مثلا اليو اكس وقلنا ابلاي مثلا وبصينا كده، هتلاقي الشكلين اكزاكتلي ذا سيم، مفيش فرق بين الاثنين. ليه؟ لان هو في الاخر هما الاثنين مفيش فرق بينك تعمل ديفايد او انك تعمل مش. دي نقطه اساسيه عندي في المثال ده، احنا عايزين نعرف ايه الفرق بين ديفايد ومش. مفيش فرق بين الاثنين من ناحيه اللي هي الحل، الاثنين بالنسبه لنا واحد، لكن الفرق بينهم بس بمعنى انت عاوز ايه تعمل تعديل في المنشأ بتاعك بعد كده. يعني لو انت مثلا تخيلنا كان عندنا في فتحه هنا في العنصر ده، كان ممكن قبل ما اعمل حل اختار شويه عناصر من هنا في حاله الديفايد واحذفهم براحتي، لكن مش هينفع لانه في الاخر عباره عن عنصر واحد. لكن على المقابل ممكن دلوقتي افك الحل واقول لا انا بدل ما هي نص في نص او 5 في 5 اخليها مثلا 1 في 1. هنا صعب شويه ان انا مثلا اكبر اخليها 10 في 10 مثلا، احب يعني اعمل ميرج وكده، مش دايما بتديني الريزلتس لما يكون عندي شكل ايه معقد شويه. نفس الكلام طبعا لو عملنا على اليو واي هلاقي الشكل هو هو، واليو زيت طبعا مش حاجه خالص، انا شغال في يو اكس واليو واي بس. يبقى تاني عندنا ديفايد والميش مفيش فرق بينهم خالص في الحسابات، الاثنين سيان بالنسبه لنا. وبرضه نفس الكلام لو رحنا على الاستريس، يعني رحنا كده على اللي هي القيمه بتاعت الشو فورس ستريسز ورحنا على البلين، عندنا زي ما شفنا اللي هو الاس 1 1 الاس 2 2 اللي هو الاستريس الافقي، الاستريس الراسي او في اتجاه واحد وفي اتجاه 2، وبعد كده اس 1 2 اللي هو الشير، الاس ماكسيمم مينيمم، وبعد كده عندي الاس في ام اللي احنا قلنا عليه فون ميسز. فاخترت مثلا اس 1 1 كده اوكي، هتلاقي الاثنين زي بعضيهم بالظبط تماما، شكل ايدنتيكال تماما. برضه لو رحنا على اللي هو الاس 2 2 اوكي، نفس الكلام برضه زي ما احنا شايفين كده نفس الشكل بالظبط، مفيش اي اختلاف بين الاثنين. فيبقى النقطه اللي نطلع بيها من المثال ده ان هو عندك لما يكون عندك حاله تختار ديفايد ولا مش حسب الحاله بتاعتك. لو في عندك هتعمل فتحات انت كده مضطر لازم تعمل انك تعمل ايه ديفايد، لكن لو انت هتعمل بعد كده تقسيم بس يبقى ممكن تعمل مش، لان هو مش ممكن بعد كده تكون اسهل انك انت ايه تعدل المش بعد كده لو انت حبيت. برضه مثال ثالث عندنا، المثال الثالث بقى هيبقى فيه تطبيق على اللي هو فكره الميش والديفايد اللي احنا شفناها في المثال اللي قبل كده. ان احنا عندنا بليت 32 في 32 وسمك 1/10 الانش، 32 انش يعني بصوره 3/10 وهكذا. وفي عندنا بقى هنا ستريس، لكن الستريس ده مش معادله خطيه، ده معادله درجه ثانيه، يعني هو السيجما بتاعتنا هتساوي السيجما نوت في الواحد ماينس الواي على 16 تربيع. والبيس بوينت بتاعتنا اللي هي الميدل سنتر هنا كده. فده يديك شكل اللي هو ايه حمل زي يكون برابر كده بالمنظر ده كده. فاحنا عايزين برضه نحل المثال ده على اساس القوه البريشر دي، وهنشوف هنا ان احنا مش هينفع الميش لازم نعمل من خلال ديفايد. انا المثال ده جايبه من ريفرنس اللي هو المثال 3، فهو في من ريفرنس ده هو جايب معادله اللي هي الاناليتيكال بتاعته، وفي الاخر ده ليه حل ممكن برضه نحله بايدينا يعني. وفي حل اللي هو فنايت اليمنت جايبه من المصدر ده واحنا عايزين نقارن بيه، فاحنا عايزين نشوف برنامج الساب
وضعه ايه بالنسبه للاناليتيكال وبالنسبه للريفرنس. فهو كان مقسمه لده الربع شكل بس، ده الميدل يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نقاط، ومديك هو هنا عند كل نقطه من دول مقدار الديسبيسمنت الافقيه كام، مضروب في 10 ماينس 3 يعني عند نقطه 1 كان حركه الافقيه هنا 1.4769 في 10 ماينس 3. وفي بعد كده مديك اللي هو الستريس الاكس والواي، الستريس الافقي والراسي عند النقاط اللي هي الاي بي سي دي اللي هي في نص كل مربع عندك كده. احنا في الاخر لما نعمل لها مش بالمنظر كده او ديفايد هيبقى عندنا الستريس في نص كل نقطه كده، فهو مديك القيم بتاعته في الاكس والواي بالمنظر ده كده. فاحنا عايزين بعد ما نحله على الساب نقارن بين الحل ده، الحل اللي هو الاكزاكت والحل اللي هو فاينايت اليمنت موجود في برنامج تاني. فتعال نروح على الساب نشوف نعمل ازاي الكلام ده. هنيجي كده برنامج ساب نفتح صفحه جديده، ولكن اختار واحده بتاعتي طبعا عشان هي مش نيوتن وسنتي، لا اخليها اللي هي الرطل والانش. فاختار من هنا كده اللي هي الرطل والانش، وبعد كده اختار الاختيار بتاعي اللي هو اشتغل برضو على الجريد. فانا عندي برضو خطين في الاكس وخطين في الواي وخط واحد في الزيت، مسافات هنا اللي هي 32 في 32 مش مهم زفت زيت كام، بس مهم هنا عشان خاطر انا عاوز اخلي السنتر بوينت اللي هي معلش اللي هي الاكس والواي في السنتر على طول. يبقى خلي هنا اول خط يبدا على ماينس 16 وبرده الواي يبدا على ماينس 16، بحيث لما اقول له اوكي كده هلاقي عندي الاكس والواي زي ما شايفين كده في السنتر بالظبط، عشان خاطر المعادله بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها بعدين. فهقفل هنا 3D واشتغل على الاكس واي بس. نفس الفكره برده ممكن نعمل على طول ديفاين الاريا سيكشن اللي هو بتاعنا، اختار من هنا اللي هو البلين اد نيو سيكشن مثلا اقول له تي 1/10 انش بلين ستريس، هشتغل مثلا على ستيل هظبطها اروح على الستيل موديفاي، عندنا البسوطه 8/10 وبعد كده عندنا الاي 1/10 أس 7 في الساي يعني اللي هي باوند سكوير انش اللي هي احنا شغالين بيها دلوقتي بالمنظر ده كده. اوكي اوكي، واختار السمك بتاعي اللي هو 1/10 وبعد كده اوكي اوكي، ابدا ارسم بقى الاريا بتاعتي. فممكن استخدم المره دي اللي هو الدروبول اريا عشان نتعرف عليها بس كده، زي ما قلت لك لما بتحدد النقطه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حددت لك الايدج 1 2 3 4، فهي من خلال دي كده عادي بتختارها وتحدد النقطه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، وبعد كده تقول له انتر فيرسمها لك بالمنظر ده كده واسكيب تطلع من الامر. بسيطه برضو زي اللي هي ريكتانجل والكويك، مفيش فرق بينهم كتير. طيب دلوقتي بقى ممكن اشتغل على ديفايد ولا مش، دي هنعرفها بعد شويه. لكن دلوقتي انا هسال سؤال تاني، الحمل اللي هنا احنا عندنا حمل كيرفد، يعني المعادله بتاعتنا زي احنا شايفين كده اللي هي السيجما اكس مضروبه في 1 ماينس واي على 16 تربيع. فاحنا اخذنا قبل كده احنا ممكن نروح نعمل اللي هي جوينت باترن، فاللي هي الجوينت باترن بتاعتنا هتلاقي عندك الواي مضروبه في كونستانت، مفيش واي تربيع في واي بس. طب هعملها ازاي كده لان هو مفيش واي تربيع، انا عايز المعادله بتاعتي تكون مضروبه في الواي. فاقول لك عشان كده يبقى احنا لازم هنعمل ديفايد عشان خاطر اشتغل من الاكسل شويه. فاختار العنصر بتاعي كده وهعمل edit edit area divide area واقسم على size مثلا let's say 2 في 2. اوكي يبقى عملها لي مربعات بالمنظر ده كده. فانا عندي الحمل هنا، طيب انا هعملها ازاي دي؟ عشان اعملها انا بس هحط اي joint pattern وبعد كده اروح على الاكسل اظبطها زي ما انا عاوز. فانا اختار كده مثلا joint دي واروح على assign joint pattern واتسي اختار اي قيم مش مشكله، حتى خلينا نص والعشرة هم من المثال اللي فات موجودين واقول له اوكي، فهو يحطهم لي كده بالمنظر ده كده مش مشكله، هنعدلهم بعد كده. نفس الكلام اختار الجوينتس دي واروح على assign joint pattern واعمله. يبقى انا كده حاطط المعادله اللي هي مش الصح، بس تعالى نتاكد بس انها اتعملت معانا. اه موجوده القيمه اهي، اتحطينا قيم بس مش هي القيم الصح. طيب بعدين يبقى انا كده هعرفها ازاي بعد كده ان هي الصح او هعملها ازاي؟ ببساطة خالص احنا هنختار عدد نفس الجوينتس بتاعتنا وهروح على edit interact database editing. شفنا قبل كده اكتر من مرة ان احنا ممكن نستخدمه عشان خاطر ايه عدل في المثال بتاعي من خلال الاكسل مثلا، فده اللي هنعمله. احنا هو في قيم دلوقتي حاططها، هنروح على الاكسل ونعمل لها ريبليس بالقيم بتاعتنا اللي احنا عاوزينها. طب احنا حطينا قيم من الاول هنشتغل على الاكسل على طول، هنحطيها قيم بس عشان خاطر يعمل شيء اللي هو الجدول بتاعها، لان هو في الاصل جدول مش هيكون موجود، فاحنا حاطين اي قيم عشان يعمل لي جدول بس وبعد كده اروح هناك اظبطها زي ما انا عاوز. فاروح على interact database editing واروح على joint assignments، تحتيها لا عندي اللي هو joint pattern assignments، اختارها كده واقول له هنا اتاكد ان اختار selection only عشان ما اجيبش كل حاجه، انا عايز بس اللي هم الاختيار بتوعي اللي هم الشويه اللي كانوا هنا كده، واقول له اوكي فيجيبهم لي كده. بقول له joint رقم 2 القيمه عندها ب 2، joint رقم 3 القيمه عندها ب 18، joint رقم 275 ك
كذا. بس المشكلة مش كاتب لي ان كل قيمة عندها الواي عندها كام، انا عاوز الواي بتاعتي عشان خاطر الواي دي هي اللي تساعدني ان انا ايه اعمل المعادلة بتاعتي. يبقى لازم ارجع اختار معايا جدول تاني، فاقول له دان وارجع تاني اتاكد ان برضه لسه مختار انتراكت داتابيس اديتنج، واختار جدول تاني بقى اللي هو فيه الجوينتس بتاعتي. هتلاقي تحت كونكتيفيتي داتا اللي هي الجوينت كوردينيت. اوكي، فانا كده جبت نفس النقط بس بقى انا راضي معاهم ايه الواي بتاعته. فانا عادي هبعت الجدول ده مثلا على الاكسل اللي هو الاولاني فيه كوردينيت عشان خاطر اعمل المعادله بتاعتي، اقول له 2 اكسل فيفتحوا لي الاكسل بالمنظر ده كده. فانا عايز بقى اضيف هنا بس الفاليو بتاعتي حسب المعادله بتاعتي. فالمعادله فانكشن في الواي، هي المعادله اصلا هي سيجما اكس اللي هي 1000 مضروبه في 1 ماينس واي على 16 تربيع. انا هسيب ال1000 هنا عشان احطها كانها الحمل، بعدين انا هاخد يوزي بس اللي هو مضروبه فيه اللي هو جوينت باترن بس اونلي. فاقول له هنا يساوي، وبعد كده اقول له 1 ماينس افتح قوس القيمه اللي هنا على 16 اقفل القوس كلها تربيع، يبقى هدالي صفر كده. وهنزل معايا اللي هتطلع صفر صفر اللي هي جوينت البدايه والنهايه، وبعد كده بينهم هتبدا توزع لحد القيمه اللي في النص بالظبط اللي هي القيمه عندها بواحد. يبقى هي دي القيمه بتاعتي. فانا دلوقتي عايز اجيب جدول الثاني. المشكله دلوقتي لو رحت على الساب ما ينفعش اختار الجدول الثاني واقول له تو اكسل لحد ما اجيب ده. طب ما ينفعش اجيبه لان هو ما فيش هنا معمود ياخده معايا. فهتصرف ازاي؟ وانا في الاكسل هنسخ القيم دي كنترول سي وهعمل صفحه جديده كده مؤقته عشان احط فيها قيم بعدين اخزن فيها قيم بس كده. واقول له اهم حاجه اختار من هنا بيست فاليوز عشان عاوز القيم بس مش المعادله نفسها مش موجوده معايا تاني. فانا كده معايا القيم. فدلوقتي اروح على الساب واقول له كانسل اكسل، خلاص انا معايا قيم مش عاوز حاجه تاني. فاقول له كانسل اكسل، ومن الساب بقى تاني اختار الجدول التاني واقول له برضو تو اكسل. فانا اصبح الجدول معايا القيم هنا بس اعمل ريبليس للقيم دي بالقيم اللي كانت موجوده معايا، اختارهم كده كوبي عادي واجي هنا واعمل لهم بيست. يبقى انا كده بديت القيم اللي كانت موجوده اللي هي ديفولت بالقيم بتاعتي اللي انا عاوزها اللي تديني في الاخر الشكل بتاعي اللي انا عاوزه. ممكن تكون لفه شويه عشان نعملها، مش مشكله هنعملها تاني الناحيه الثانيه عشان خاطر نفهمها اكتر. فدلوقتي بس هنا اقول له فروم اكسل، مش كانسل بقى الموديل، اقول له فروم اكسل هات القيم، فتجيب لي القيم بتاعتي بالمنظر ده كده. وبعد كده اقول له ابلاي تو موديل ودن. يبقى احنا كل اللي عملناه هنا ان احنا بدل ما كنا بنكتب المعادله برنامج الساب على طول احنا عملناها بنفسنا في الاكسل. نعملها تاني الناحيه الثانيه، هنختار نفس الجوينتس دي كده، احنا اوريدي حاطين عليها احمال، حاطين على جوينت باتر معلش. فاروح على ايديت انتراكت داتابيز ايديتنج، في الاصل انا عاوز الجدول ده اللي هو بتاع الباترن، لكن برضه احتاج جدول تاني معايا اللي هو الكورد عشان ابقى عارف كل نقطه عندها احتياج بتاعتها ايه. واتاكد اختار سيلكشن اونلي عشان يجيب لي سيلكشن دول بس، واقول له اوكي فيجيب لي جدولين، جدول الاولاني فيه الواي وجدول التاني فيه القيم اللي انا المفروض احطها هنا. فانا بناء على الواي دي عاوز احط القيم بتاعتي اللي هنا. فانا عملت ايه؟ رحت على الجدول بتاع اللي هو الكوردينس الاول وديته على الاكسل بالمنظر ده كده، وكتبت اللي هي المعادله بتاعتي. فالمعادله عادي اللي هي نفس المعادله بالظبط، هيساوي على فكره مش عاوز تعملها مرتين، ممكن تاخد نقص قيمه وتحطها بيست على طول لو هم نفس الترتيب يعني. فانا بعملها تاني عشان خاطر لو حد ايه ما فهمهاش كويس من المره الاولى. فاقول له 1 ماينس القيمه اللي هنا على 16 الكل تربيع بالمنظر ده كده. وبعد كده اقول له انتر، هطلب صفر دبل كليك هنا يدينا القيم كلها. عشان القيم دي انا احتاجها في الجدول الثاني لازم نسخها بعيد الاول وبعد كده ارجع ايه استفيد منها بعد كده. فاخدهم كوبي واعمل صفحه ثانيه جديده في الاكسل وانسخه مثلا هنا، اتاكد واختار اختار اللي هو البيست فاليوز. بعد كده اروح تاني على الساب اقول له خلاص كنسل الاكسل، واروح على الجدول بتاعي الثاني واقول له تو اكسل، وابدل القيم اللي هنا بالقيم بتاعتي اللي انا جبتها من هناك بالمنظر ده كده. يبقى انا كده جبت القيم بتاعتي اللي انا عاوزها. اخيرا اقول له من هنا ايه فروم اكسل، فيبدل القيم اللي هي الديفولت دي بالقيم بقى اللي انا عاوزها، واقول له ابلاي تو موديل ودان. يبقى انا كده عرفت كل نقطه عند هنا عندي الجوينت باتر بتاعتها مقدارها كام. خد بالك ده ما كانش هينفع مع الميش لان الميش كانت هديك النقطه اللي هنا واللي هنا بس، ما كانش هديك اللي بينهم، عشان كده احنا كان لازم نعمل هنا ديفايد. بعد كده اختار الاريا دي مثلا واروح على الساين اللي هي اريا لود برضه سيرفيس بريشر، فاقول له برضه هي هتكون على الايدج اللي هي رقم 2 بس هي المره دي تنشن ومقدارها 1000، فاقول له هنا 1000، فال 1000 دي هتتضرب في القيم بتاعتي اللي هي مضروبه في الديفولت. ابلاي، فيحط القيم بتاعتي كده واضح ان فعلا واخد الشكل اللي هو الكيرفيتشر اللي انا كنت عاوزه فعلا. الناحيه الثانيه برضه اختار الاريا بتاعتي والفيس المره دي هيكون الفيس رقم 4، واقول له ابلاي،
يحطهم لي بالمنظر ده كده. يبقى انا كده حطيت الحمل بتاعي زي ما احنا شايفين كده اللي هو الكيرفيتشر، عملتها خلال جوينت باترن، بس لفيت شويه لان هو جوينت باترن في الساب معادله خطيه، بس لو عندك معادله مش خطيه يبقى لازم تعملها بنفسك. دلوقتي احنا عندنا الشكل بتاعنا زي احنا شايفين كده ممكن يكون حاجه غريبه شويه، مش ممسوك خالص، هو بس عندك فيه احمال من هنا واحمال من هنا. اي نعم الاحمال متزنه، ما ينفعش اعملها كده على برنامج السير لانه ممكن يكون بس في اي فرق صغير في الحسابات يخلي المنشا بتاعي يتحرك، مش اي عندي اي سبورت. فانا عارف ان الشكل بتاعي سيمتريك، يبقى انا ممكن امسك النقط دي كده في اليو واحد، لان كده كده الشكل بتاعي متماثل في الاحمال وفي الشكل، فالنقط دي مش هتتحرك لا كده ولا كده. فانا خلاص ممكن اختار النقط دي واروح على assign joint restraint وامسك في اتجاه اللي هو يو واحد بس بالمنظر ده كده، اللي هي الحركه الافقيه يعني، بحيث كده ان هو ايه امنع الحركه الافقيه اللي هي اساسا بصفر، فانا ما غيرتش حاجه في المساله بتاعتي، في نفس الوقت ضمنت لو في اي مشكله في الحسابات، لو في رقم صغير خالص فرق مش هيعمل اي مشكله عندي، واقول له اوكي. بعد كده اعمل analyze set analysis option، برضه نفس الكلام اشتغل على اليو اكس واليو واي بس، اوكي. ونعمل run للمنشا بتاعنا، هسميه مثلا مثال 4 او معلش مثال 3، فحل المنشا وجاب لي results. فاحنا زي ما شفنا عندنا او زي ما شايفين دلوقتي احنا عندنا القيمه موجوده اساسا مين جبناها من حل الاناليتيكال اللي موجود في اساسا كتاب دكتور ديموشينكو، وبعد كده في عندنا حل فاينايت اليمنت، فاحنا عايزين نقارن بيه ونتاكد احنا ماشيين صح ولا لا. فاول حاجه نعرض ديفورمد شيب واختار الحركه الافقيه اللي هي اليو اكس، بلاش ندرو كونتور، خلينا ناخد قيم بس، اوكي. الشكل بتاعي يبقى منظر كده تحت تاثير الاحمال بتاعتي. فنمشي كده على اقل قيمه اللي عندنا ونشوف عندها بكام. فعندنا مثلا قيمة رقم واحد اللي هي هنا كده كان المقدار عندنا 1.476، عندنا هنا في ساب 0.15، طبعا هناك مضروب 10-3 فنفس القيم طلع عندنا. ممكن برضو نعمل displacement اسهل من خلال الجداول، ان احنا نختار النقط بتاعتنا كده اللي احنا عاوزينها ونروح على display show tables. طبعا في الاول مش الغي الاختيارات اللي هنا، مش عاوز حاجة خالص من هنا. بعد كده اقول له selection only على الجوينت انا عاوز اللي هي الديسبليسمنت، اختار قيمه الديسبليسمنت اوكي، وابص على قيم اللي هي اليو واحد مقارنه بالقيم اللي عندنا. فالمشكله عندنا قيم هنا احنا كل قيمه مترقمه بس ارقام عندنا مش معروفه بكام يعني. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن رقم احنا جوينت بنفسنا بحيث نبقى عارفينها بعد كده، بس عشان نعمل كده لازم نفك الحل وبعد كده رايت كليك على النقطه عشان خاطر ايه نرقمها. في حاجه اسلوب اوتوماتيك ممكن نعمله برضه بس مش هتعرض ليه دلوقتي بس هنعملها مانيوال. هنختارها كده ورايت كليك على النقطه واغير هنا زي ما انا عاوز، مثلا اسمي دي اللي هي جي واحد، ما ينفعش اسمي واحد بس، ممكن واحد يكون موجود في نقطه ثانيه، وبعد كده اوكي. فدلوقتي دوس رايت كليك عليها ثاني اصبحت الجوينت دي اسمها جي واحد، وبعد كده لما ارجع ثاني بعد الحل تطلع معايا القيمه اللي هي جي واحد. اختار مثلا هنا جي 2، بعد كده جي 3، يبقى عندنا جي 1 جي 2 3، اختار دي وخليها 4، اختار دي وجي 5. ممكن برضو كنا نعمل نروح على set display option ونعرض عند الليبلز الجوينت بتاعتها اسم كل واحده، فبين هنا جي 1 2 3 4 5، يبقى دي بعد كده رايت كليك عليها وهكذا اقلهم كلهم. فدلوقتي لو دوست هنا على زرار اللي هو ريفريش هلاقي اصبحوا الرقمين عندي من جي 1 لحد جي 9. فدلوقتي لما اعمل ران ثانيه واختار الجوينتس دي كده واروح على نفس الجدول بتاعنا اللي هو display show tables اللي هو الديسبليسمنت على السليكشن اونلي واقول له اوكي، فيجيب لي مقدار الحركه بتاعتي موجوده كام. فزي احنا شايفين كده هنا اللي هي 1475 اللي هنا كانت 1476، بعد كده 1453 1450، تلاقي قيم عندك 1388 1389 قيم تقريبا اكزاكت هو اللي موجود في الريفرنس اللي هو الاناليتيكال، وبرده فاينات اليمنت المعمول برامج ثانيه، او حتى لو عملت يدوي هيطلع معاك نفس القيم. فهو مفيش حاجه ان البرنامج ده احسن من ده او ان الحل ده صح وحل ده غلط، هو في الاخر دي عباره عن معادلات كلها موجوده في كل الانجنز نفس الاسلوب، انت بس الفرق بين البرامج كلها من ناحيه اللي هي الانترفيس والامكانيات اللي بتديها لك. البرنامج انت بترتاح معاه استعمله، بس افهم كويس الفاينت اليمنت وبعد كده مش هيفرق معاك اي برنامج انت مستخدمه. نشوف بقى الاستريس عندنا، عشان اعرض الاستريس يبقى اروح على اللي هي البلين. احنا عندنا في اس 1 واس 2 القيم الاثنين بتاعتهم موجوده، فنعرض كده مثلا اس 1 ونشوف قيم عندنا مقدارها كام. فمثلا في برنامج عندنا زي ما احنا شايفين كده كانت في الريفرنس اللي هو في الفاينايت ال كانت 900 989،
هنا برضو 9.83، بعد كده 9.49، 8.8 نفس القيم برضو طلع معانا بالظبط. هنا عندك فول السنتر بتاع كل شيل عندنا نفس القيم. نبص بقى على S22، وناخد القيم بتاعتنا بس ده عشان في كده كانت 324، هتلاقي قيم قريبة خالص عندنا برضو موجودة معانا هنا في نفس القيم بتاعتنا. هتلاقي بس اخر قيمة عندنا هنا اللي على الطرف هتلاقي مختلفة بنسبة كبيرة شوية، يعني عندنا طبعا هناك في الريفرنس كان مقدارها 8 او 5.6 في اللي هو الاناليتيكال، طلع معانا هنا في ستاب 21 وشوية، فالفرق هنا مستفز شوية. طب لازم نعرف جه منين، اشمعنى هنا في برنامج ستاب كان ماشي صح في ديسبليسمنت لكن جه عند الاستريس وكان في قيمة غلط، هل معنى كده ان في حاجة غلط في البرنامج؟ لا هو مفيش حاجة غلط، لكن الفكرة كلها ان احنا لما بتروح كده على اللي هو الشو فورس اند ستريسز مثلا في البلين او في اي حاجة حتى في بعد كده بنشوف الشيل، في حاجة اسمها ستريس افريجنج، فمعمولة ممكن نختار نان او اد اول جوينت او اوفر جروبس. ايه الستريس افريجنج ده؟ طريقة الفاينايت اليمنت في الوضع الطبيعي بتاعها الستريس او الفورس بين العنصر ده والعنصر ده الاثنين هما جنب بعضهم على طول ما بيكونش متساوي زي ما ذكرنا في الحلقة اللي هي قبل اللي فاتت. هي طريقة كده عشان هي تقريبية شوية، فالجوينتس عندها بيبقى كل جوينت عندها الفورس من ناحية اليمين مثلا غير الناحية الشمال، ده اجينست السنس بتاعنا لان احنا عارفين ان هو اي عنصر كده يبقى فيه برضه كومباتيبلتي في الفورسز، برضه لازم القوة هنا تكون قد القوة هنا الشكل بتاعنا يكون متزن، لكن الفاينايت اليمنت بتراعي كومباتيبلتي في ناحية واحدة بس اللي هي في حالة الديسبليسمنت، فده بيخلي ان هو ايه القيم مش بتبقى عند الجوينتس مش تكون احيانا مش قد بعضها بالظبط. فالبرامج بتعمل ايه عشان تديك شكل كده حلو وكويس؟ بتعمل افريجنج، يعني ايه؟ بتاخد القيم اللي هي المتوسطة بتاعة القيم الموجودة، يعني مثلا الجوينت دي في قيمة جاية من الشكل ده وقيمة جاية من الشكل ده وقيمة جاية من الشكل ده وقيمة جاية من الشكل ده، فبدل ما هو برنامج حساب يعرض كل قيمة في ناحية لا ياخد المتوسط بتاعهم بحيث بيديك شكل سموز زي كده زي ما احنا شايفين شكل حلو كده ممكن توريه حتى للرئيس بتاعك ويبقى فرحان بيه، لكن هي في الأصل القيمة اللي بتحصلها في الحسابات هيطلع عندك الشكل هنا غير هنا. فده اللي هو هنا ان الريفرنس اللي جايب انا جايب منه ما عملش افريجنج، هو جايب القيم بالظبط لكن برنامج حساب هنا عامل افريجنج. طبعا هينفع اخلي الساب يجيب لي القيم برضه من غير ما يعمل افريجنج؟ اه ممكن طبعا، اختار الاختيار اللي هو نان. نان يعني اقول له ايه؟ هات كل شيل لوحديها. احيانا لما تختار نان ده بيديك كده ان هو ايه شكل يكون متقطع كده ويكون شكله غريب شويه، تحس ان هو في حاجه غلط. مش غلط، ده هو ده الاصل، هو برنامج الساب بس بيعمل كده بيعمل افريجنج، او مش برنامج الساب بس، البرامج كلها بتعمل افريجنج عشان خاطر تديك شكل اللي هو ايه الكنترول اللي هو السموث ده، لكن طبعا ممكن انا الغيه في وقت اخليه على نان. فبص كده لما اقول له نان اوكي يعني اعرف الشكل كله في الاول، تطلع كده الشكل يعني قريب بعضيه لكن برضو في تكسيرات بتحصل زي ما احنا شايفين كده. لما بتحصل تكسيرات دي غالبا معناه انك انت عاوز تزود المش شويه، يعني انت ايه انت مثلا عملت مش على مثلا 5 في 5 او 2 في 2 او 1 في 1. ممكن حل كويس جدا عشان تتاكد ان المش بتاعتك كويسه ولا لا، حل تقريبي يعني، اعرض الاستريس بتاعك على من غير افريج وبص على الشكل بتاعك. لو هو مازال برضو سموز زي كده برضو يعني مازال برضو تحس ان في يعني برضو سموز، اي نعم زي الشكل الاولاني لكن برضو مازال ماشي خطوط كده معناه ان هو المش بتاعتك كويسه. لكن لو كان في ابربت تشينج يعني في رقم هنا وكده رقم هنا اتغير بعديه كتير خالص كده معناه انك انت غالبا محتاج انك ايه صغر المش اكتر. فدلوقتي لما جينا تاني نعرض نفس القيم بتاعتنا هتلاقي القيمه هنا نزلت عندك لايه مثلا 10 او 9 مقارنه كان في الاول 21، فده الفرق اللي حصل معانا في الامر بتاعنا في ناحيه الستريس اللي هو S22. فزي ما احنا شايفين كده لو عملت مثال بايدك او عملت برنامج تاني وعملت بعد كده برنامج ساب لو انت عملت صح عملت متخلص صح تحصل على نفس القيم. مثال رابع وفكره جديده عن اللي هو البلين ستريس، هنا بقى عندنا لو في عندك هول فتحه في شكل تاني عندنا بليد بالمنظر كده برضه ابعاده بالانش 48 في 40 وعليه حمل بريشر مقداره 5000 لكن في الاخر في فتحه 4 انش في النص كده ففي فراغ في النص ده كده، طبعا الستريس هنا بيكون زياده عن باقي الستريس اللي حواليه، فاحنا عايزين نشوف الكلام ده نحلله برنامج الساب نشوف هيطلع معانا حل قريب ولا لا. المثال ده موجود في كتاب اللي هو بتاع ثيري اوف الاستيستي بتاع تيموشينكو، فاحنا ممكن تجيب الحل من هناك. فانا جايب اهو القيم اللي طالعه معانا ده ربع الشكل كده يعني ده الربع اللي هو الربع ده كده، فمد هو ان الحركه الراسيه هنا هيبقى 0.33 انش، بعد كده الحركه الافقيه 0.12 انش، وبعد كده هنا 0.28، وبعد كده الحركه تحت هنا 0.124، والحركه هنا 0.289، وهنا 3.88. فاحنا عايزين بعد ما نحله على البرنامج الساب الربع ده كده نقارن الديسبليسمنت نشوف هيطلع معانا نفس الحل ولا لا. فتعال نروح على الساب نشوف يعمل ازاي الكلام ده. نيجي كده برضو برنامج الساب عندنا ونفتح صفحه جديده وشغالين على نفس الوحدات برضو اللي هي الرطل والانش، واختار برضو جريد عادي، فاقول له هنا برضو عندي خطين اشتغل في اكس واي 2 في الاكس 2 في الواي 1 في الزد، مسافات في الاكس اللي هي 48 وفي الواي اللي هي 40 بس. برضه انا عاوز الاكس واي يكون في السنتر بالظبط، يبقى لازم احرك هنا اول خط هيكون على مسافه كام؟ فاقول هيكون على -24، ده اول خط جريد عندي، وبعد كده هيبقى -20.
بحيث كده لما اقول له اوكي يبان معايا ان هو في السنتر بالظبط. هنا بقى المثال بتاعنا احنا عندنا فيه اكتر من فكره، احنا عايزين يبقى فيه فتحه، فتحه دي على شكل دايره كمان. فنشوف برضه السيرس عليه، وزي ما شفنا برضه المثال ده من كتاب، فاحنا برضه هنشوف برضه ونقارن بيه الحل بتاعنا. فاحنا عايزين نحط نقطه في السنتر في الاول، فعايز اشغل امر اللي هو ثرو سبيشال جوينت واقول له اوفست. احنا عارفين اوفست دي لما ادوس مكان هو بيمشي بمقدار الاوفست ده. مثلا انا عايز ادوس كليك هنا وعاوز احطها في السنتر بالظبط، يبقى اقول له امشي في 24 وامشي 20، بحيث دلوقتي لما ادوس كليك هنا يحطها في السنتر بالظبط. عاوز بقى على واحده منهم على بعد 2 منها اللي هو يبقى حدود الدايره بتاعتي، يبقى اقول له هنا 2 واقول له هنا 0، ادوس كليك هنا يعمل لي على واحده على بعد 2. لو عملنا كده زوم على الكلام ده يبقى دي السنتر بتاع الدايره، ودي نقطه على المحيط بحيث ممكن الفها بالمنظر ده كده. اختار بقى النقطه دي عشان عاوز الفها على النقطه دي كده، بستخدم برضه عادي امر ريبليكيت، فاختار اديت واروح على ريبليكيت، لكن اشتغل بقى المره دي على راديال. فيقول لي انت بارل انهي لاين، هقول له بارل تو زي، وحدد هنا العدد بتاعي والزاويه اللي بينهم. طبعا كل ما زودت عدد يديني اقرب من الدايره، في الاخر تبقى نقط كده واوصل بينهم خطوط، لكن في الاخر ممكن لو زودت عدد بتاعهم كتير يديني كانه دايره. فمثلا انا عاوز يبقى عندي في الاخر 16 نقطه، يعني منهم واحده موجوده، يبقى انا احط هنا 15 لان هنا بحط الانكريمنت بس. بعد كده الزاويه بتاعتي هقسم 360 زاويه كليه على 16 هيديني 22.5، يبقى انا عاوز زود 15 واحده على واحده 22.5. يعني هو هيبدا من هنا على واحده 22.5 يحط واحده الثانيه وهكذا لحد ما يكمل اللي هم 16 واحده بتوعي. فاوكي يعملها لي بالمنظر ده كده، وعملنا زوم عليها واضح ان هي كانها ايه عامله كانها دايره بالمنظر ده. فدلوقتي ممكن اشغل امر فريم واوصل بينهم، واحد بيقول لي انا بعمل فريم ليه؟ احنا عشان نقطع عليه بعد كده اللي هو الاريا بتاعتنا كده نحذفه هو التاني. يبقى كده احنا عملنا الحدود بتاعتنا ودي مكان الدايره. نبدا بقى نرسم الاريا بتاعتنا. قبل ما نرسمها نعرف القطاع بتاعنا بالمره، فاروح على ديفاين سيكشن بروبرتيز الاريا، اختار اللي هو البلين واد نيو سيكشن بلين ستريس مثلا اسمها تي 1 انش، اشتغل على الستيل واظبطها 1 في 10 اس 7 وعندي 3 من 10. اوكي اوكي، والسمك بتاعي هنا اللي هو 1 انش. بعد كده ارسم الاريا باي طريقه، مثلا ارسم ريكتانجل المره دي، احدد النقطه الاولى والثانيه بالمنظر ده كده. نيجي بقى احنا نرسم برضو فريم رأسي وفريم افقي يقسم عندنا الشكل بتاعنا برضو، عشان خاطر بعد كده ايه انا ممكن بعد كده نعمل بيه حاجه في سيمتريها ونشوفها بعدين. بس دلوقتي انا هشغل بس اللي هي اختيار اللي هو الاند اند ميد بوينتس في الاوبجكت سناب، واشغل امر اللي هو درو فريم مره ثانيه، وامشي من الميد لحد الميد كده، رايت كليك افك الماوس، وبعد كده من الميد لهنا وسكيب اطلع من الامر. بعد كده انا عايز بقى اعمل ديفايد الاريا هنا، ما ينفعش هنا مش، لان انا لازم اعمل ديفايد عشان خاطر انا عاوز احذف حته منها اللي هي جوه الدايره دي كده. فاختار كل حاجه واروح على ايديت ايديت اريا ديفايد اريا. احنا خدنا كده كنا بنقسم على الماكسيمم سايز، هنا مش هينفع هنا اقسم الماكسيمم سايز، لكن استخدم اللي هي جنرال ديفايد تول بيز اون سيلكتد بوينتس اند لاين، يعني اقسم الشكل بتاعي بناء على الخطوط والنقط اللي مختارها. وفي نفس الوقت ممكن بعد ما اختار الخطوط يقول لي طب اقصى حاجه عندي يبقى كام؟ مثلا اقول له مثلا نتسي ان هي 2. يبقى معنى الكلام ده هو في الاول هيقسم على الخطوط، وبعد كده كل واحده منهم يقسمها لحد بحيث ما يبقاش فيه طول اكتر من 2. فلما اقول له اوكي كده يعمل حاجه ممكن تكون شكلها مرعب بس شويه، انا بس هروح اخفي الجوينت ثاني اقول له انفيزبل اوكي. فده الشكل بتاعي، دي الشيل بتاعتي، وانا بقى ممكن احذف ايه الجزء اللي داخل الدايره، اعمل زوم عليها كده وابدا ايه اختار كده جوه الدايره واحذف ديليت، حتى خطوط مش عاوزها برده ممكن احذفها معايا. ممكن برضه اقفل هنا الاوبجكت سناب لو هي تعباك شويه في الاختيار، بحيث احذف كده بالمنظر ده. ممكن برضه الخطوط دي نختار عشان نحذفها، ممكن اسهل برضه اروح على سيلكت، ممكن اختار بالبروبرتيز، يعني اروح على بروبرتيز على الفريم سيكشن، اي حاجه واخد السيكشن ده هيختارها، هو مش عندي اي حاجه غيرهم دول، واقول له سيلكت فيختارهم كده، وبعد كده اقول له ديليت هيحذفهم بالمنظر ده كده. يبقى انا كده حصلته على الشكل بتاعي اللي هي شكل الماش بتاعتي بعد ما حذفت منها ايه الجزء اللي في النص. هنا لاحظت حاجه بتحصل في سبب لما بيعمل كده اللي هي المش مش منتظمه، احيانا بيعمل ايه الجوينت بتاعت كل نقطه بتكون لفه شويه، يعني مش كلها ماشيه مع الجلوبال. فانا اختار كل حاجه كده واروح على assign joint local axis واقول له reset local axis to default، يعني لو في اي نقطه عندك هو لفها اخليها ديفولت، عشان كده ما اوصل على deflection يبقى القيم بتاعتي اللي هي ايه 1 اللي هي الافقيه 2 اللي هي الراسيه. دي محتاج اعملها بس لما يكون عندك مش ايه شكلها غريب شويه زي كده. اوكي، ف
فهو عمل لك ريسيت هتخلي كلهم ماشيين معاك كده افقي وراسي. عايزين بقى نمسك حاجه. هو عندنا برضو نفس فكره المثال اللي فات، في حمل من هنا وحمل من هنا، ولكن احنا في الاخر عندنا ما ينفعش نسيب كده، لانه ممكن يبقى في اي اختلاف في الحسابات مش هينفع كده. فاحنا عارفين برضو عشان شكل عندي سمتري، فانا ممكن امسك على النص بالظبط. يبقى انا ممكن اعمل زوم كده وابدا اختار النقط اللي هي في النص بالظبط. عشان كده رسمت خط راسي برضو عشان خاطر ايه اعرف اختار عليه جوينت كده، واروح على الساين جوينت ريستريند وامسك اللي هي اليو واحد ابلاي واختار الجوينت دي برضو ابلاي. طبعا مهم جدا في الامثله دي كلها انك انت تتدرب عليها بنفسك، ما ينفعش تتفرج بس، تكون عملتها بنفسك علشان تتعلم البرنامج. فاختار اخر جوينت كده عندنا واختار اللي هو ترانزيشن واحد اوكي. كده انا مسكت جوينت كلها في اتجاه واحد اللي هي النقط اللي هي فيرتيكال لاين. نيجي بقى نحط الحمل عندنا. فالحمل عندنا مقداره 5000 رطل على الانش. طب احطه ازاي؟ ممكن حد يقول لي طب نحط اللي هو بريشر زي ما عندنا المره فاتت او الخارج ده على الانش. يعني انت هناك انت كنا بنرسم على الاريا، يعني هنا على المتر الطولي بس. فواحد يقول لي طب ماشي، ممكن برضو اللي هي 5000 رطل على الانش قسم على السمك للداخل اللي هو برضو 1 انش، يبقى في الاخر هي تبقى برضو 5000 رطل على الانش مربع، فالاخر هي دي نفس القيم. اقول لك صح. وفي برضو حل ثاني هوريك الحلين. فانا هختار كده الشكل كله وهعمل ايديت ريبليكيت على اللينير في واحد بس مثلا على مسافه let's say 55 اوكي. فعمل الاثنين كده حيث بس نجرب ممكن نعمل هنا حل وغير الحل اللي موجود هنا. فالحل الاولاني عادي احنا نحمل البريشر زي ما بقول لك عشان ده متر على الطول، ان انا ايه اختار القيم بتاعته واسمع على السنك للداخل اللي هو برضو واحد، فهيدي نفس القيمه بتاعتي اللي هي برضو 5000. فاعمل زوم على الحته دي كده واختار الاريا بتاعتي واروح على الساين اللي هو الاريا لود سيرفيس بريشر في حاله الديد واقول له هنا هي مقدارها 5000. طبعا الايدج بتاعتي مش عارف ايدج رقم كام، ممكن سنه سي يجرب رقم 2 لان هنا طبعا مش معموله، ممكن يكون كل واحده منهم حتى ليها ايدج يختلف عن الثانيه. فنعمل كده 2 وابلاي ونشوف القيم ده عندنا طالعه ازاي. فواضح ان احنا واخدين قيمه غلط ان هي 2 هنا، فمثلا ليتس سي نقول له 3 ونتاكد ان هي ريبليس. نختار طبعا ندوس على زر بريفس عشان نختار كل حاجه قبل كده واقول له ابلاي. اعملها على الوش الناحيه الثانيه، لا يبقى هي تبقى وش 4 فيس 4. يبقى اعمل بريفيس ثاني واخليها 4 وابلاي برضو لا يبقى بريفيس ثاني وهيبقى كده هو اكيد 1 وابلاي. يبقى فعلا هي القيم بتاعتي كلهم شكلهم صح ما عدا في عندي 2 هما اللي مختلفين. يبقى اختار الاثنين دول كده وشوف انهي فيس بتاعهم انهي واحد اللي هما عليه. لا تسيلا ممكن يكون 4 وابلاي فعلا مظبوط. يبقى احنا كده حاطين الاحمال كلها مع بعضيها. طبعا الاحمال الثانيه اختلفت انه ما ينفعش اظهر احمال في البريشر من اكتر من فيس، يعني ممكن اختار فيس 1 او 2 او 3 4، فاحنا خلينا ظاهرينه على فيس 4. نفس الكلام هنعمله الناحيه الثانيه. وزي ما انت شايف كده ان هو حل متعب شويه، يعني احنا ممكن يكون بقى ايه شكل يكون معقد شويه، فايه هعمل ازاي بقى انا في كل شويه اغير كده. عشان كده هوريك الحل الثاني اللي ممكن يكون اسهل وهيدي نفس الحل. فانا اختار كده المره دي لاتس نجرب واحد برضه واقول له ابلاي. طبعا هيطلع كده واحد معانا مظبوط ما عدا في عندنا 2 بس، نفس الكلام اختارهم واخليهم على 4 وابلاي. يبقى كده انا دخلت الحين بتاعي مظبوط. بس واضح ان القيمه عندنا كومبريشن فورت تكون تنشن عندنا في المثال. هنسيبها دلوقتي ونشوف الحل الثاني اللي هو اسهل كتير بالنسبه لنا. طب الحل الثاني هنعمل ايه؟ الحل الثاني انا احط كاميرا هنا بسيطه خالص هنا وهنا واحط حمل على الكاميرا. ايه ده؟ طب هو مثلا نفسه مفيش كاميرا. مثلا نفسه مفيش كاميرا، عشان كده انا احط كاميرا سمكها بسيط خالص خالص خالص. فكرتها الاساسيه بس بالنسبه لنا ان هي ايه توزع الاحمال على الاشكال بتاعتنا. احيانا بسمي الدامي بيم. فانا هروح كده اعرف ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن واقول له اد نيو بروبرتي مثلا خرسانه ريكتانجولر واقول له مثلا 3 اصفار 1 في السمك بتاعها والعرض. كاميرا كده ملهاش سمك يذكر، فملهاش تاثير على الاستيفنس بتاعه الشكل بتاعنا. لكن فكرتها الاساسيه ان انت تحط عليها الاحمال، والاحمال طبعا تتنقل للايه للشيل بتاعتك. وده انت كده يبقى انت حاطط احمال بصوره اسرع بالنسبه لنا. فاوكي اوكي ونرسم الكاميرات. فشغل عادي امر اللي هو درو فريم، اختار القطاع بتاعي اللي هو اف سكشن 2 وابدا من هنا لحد هنا، وبعد كده نفس الكلام من هنا لهنا. بعد ما احط الاحمال بقى على الكاميرات دي فاختارها كده واروح على الساين فريم لود
عادي زي ما عملنا كده ديستريبيوتد، اختار الاتجاه بتاعي طبعا هيبقى في اتجاه اللي هو الاكس، مقدار الحمل اللي هو 5000. لو هو كان مديك الحمل قيمه اللي هو بريشر عادي اضربها انت في سمك الداخل واحط برده قيمه هنا مش مشكله، واقول له ابلاي فيحط لي الحمل كده. نفس الكلام اختار الكاميرا الناحيه الثانيه، وطبعا المره دي هتبقى ايه ماينس 5000 ان هي عكس اتجاه الاكس. اوكي فانا كده حاطط الاحمال هنا وحاطط الاحمال هنا، فده حل وده حل، وهو في الهدينة هدينا نفس الحل بالظبط بالنسبه لنا. ممكن هنا بس يدينا اشاره مقابله العكس، ان احنا هنا حطينا كانه بريشر المفروض كنا نحطه تنشن، وانت بتعمل مثال ده حطه تنشن المفروض يطلع لك نفس الحل بالظبط. في حاجه ثانيه ممكن نعملها برضو عشان المثال ده نسهله اكتر. طبعا محدش بيعمل في الحاله العمليه محدش بيعمل مثالين كده جنب بعضهم يكون زي بعضهم بالظبط، لكن انا بوضح عشان ده مثال تعليمي بس، انا بوضح الاساليب مختلفه وانت على كده اسلوب اللي يريحك هو اللي تعمل بس، ما تعملش طبعا تنجم معديهم كده مش هيكون حل مظبوط. بعد كده انا عاوز اعمل حاجه ثانيه، عندنا شكل ده متماثل في الشكل وفي الاحمال. طب احنا ليه بنحله كله؟ ممكن نحل ربعه بس، انه في الاخر متماثل مرتين، يعني ممكن نحل الربع ده بس كده وهيدي نفس الحل زي تاني هنا عادي خالص. فاقول لك ينفع وتعالى نجربها، هختار الشكل ده كله كده وهروح على ايديت ريبليكيت كرر واحد ثاني على مسافه 55. هبدا بقى اختار الحاجات دي كلها لتحت، بس هسيب الكاميرات وادوس عليها مره ثانيه واقول له ديليت. طبعا النص ده مش عاوزه كله فانا هحذف كده، لازم طبعا احذف لحد الربع بالظبط. فانا بقى اعمل ايه زوم كويس واختار كده واحذف لحد الخط الايه افقي، وعشان كده رسمت خط افقي عشان يقسم عليه عشان اقدر احذف لحد الربع ايه بالظبط كده. كده انا حذفت لحد الربع بالظبط. طبعا ما ينفعش اسيب الجوينت كده، انا عارف الشكل متماثل يبقى هي النقطه دي مش هتتحرك لفوق ولتحت، فلازم اختارهم كده الجوينت دي، بس اختار الجوينت اللي تحت بس بالمنظر ده كده، واروح على الساين جوينت ريسترين وامسك بقى الحركه اللي هي الرأسيه في النقاط دي كده. نيجي بعد كده الفريم ده لازم نلمه لحد النقطه دي كده، فعادي ممكن نعملها عندنا في حاجه اسمها سيت ريشيب اليمنت مود، نشغلها كده اختار الشكل بتاعك اديك النقاط بتاعتك امسك منها واسحب مكان ما انت عاوز. فطبعا لازم اكون مشغل الجريد عشان خاطر ايه اوصل بالظبط. بالمنظر كده انت تدوس عليها كده تسحب لحد ما تحطها مكان ما انت عاوز، فانا كده لميت الكاميرا لحد هنا كده، فاصبح المفروض الثلاث اشكال دول يديني نفس الحل بالظبط. تعالى نعمل ران ونشوف هيحصل معانا ايه، بس الاول تعالى كده نلغي الاون ويت برضو مش عاوزينه. ممكن برضو عندنا عشان خاطر برضو احنا عندنا في المثال ده انه هنا مش ماسكين اي حاجه في الاتجاه الرأسي وهو في دايره، فاحنا ممكن برضو نمسك ايه الاتجاه الرأسي شويه، فمثلا نعمل زوم كده على خط السنتر هنا واختار النقط دي كده، بس انا كده ايه لازم اعمل زوم اكتر عشان اختار النقط اللي على الخط ده بس كده، واروح على assign joint restraint وامسك طبعا اللي هو الحركه اللي هي الرأسيه بس اللي تنزل الاثنين واقول له apply وزوم اوت. تعالى نعمل زوم الناحيه الثانيه نفس الفكره، اختارهم كده واروح اختار برضو اقول له apply. فانا كده مسكت برضو الاتجاه الرأسي في المثال ده، نفس الكلام نعمله في الناحية التانية هنا. يبقى انا في ثلاث اشكال مسكت حركة رأسية وحركة الافقية. اروح بقى على analyze set analysis option واختار اللي هو اليو اكس واليو واي بس، لانه يعني برضو ده بلين ستريس انا شغال في مستوى الاكس والواي بس. لو طبعا شغال مستوى الاكس زيت يبقى اقول له يو اكس ويو زيت اوكي، وبعد كده اعمل run now. حل هو المنشئ بتاعي كده بيجيب لي شكل اللي هي الفريم، وزي عشان الفريم كده شكله فاني شويه الفريم. طبعا ليه هعمل كده؟ لان في الاخر احنا عملنا قطعه صغير خالص خالص مش موجود معانا، فهو ايه طبعا الديفورمشن عليه كبيره خالص بالنسبه اللي هي الشيب بتاعتك. طب هو احنا اساسا مش موجود، انا سهل ممكن نعمل ايه نروح على ديسبلاي اوبشن كده واقول له فريم نوت ان فيو، نخفيها خالص احنا مش عاوزينها، احنا كنا حاطينها عشان بس نحط عليها الاحمال. نبدا بقى نعرض القائمه عندنا نتاكد هل هي فعلا زي ما حصلت معانا او زي ما شفناها في الكتاب. زي ما شايفين الريفرنس كده هو جايب الكورنر عندها اللي هي 12 من 1000 و28 من 10000. فانا كده على النقطه اللي هي في الكورنر، تعالى نعمل زوم كده في الحاله الاولى هنا مدينا اللي هي ال 12 وال 28، يبقى احنا كده فعلا ماشيين صح عند النقطه دي. طب هنا نفس الكلام قيم بالظبط، بس هنا اشاره موجبه وهنا اشاره سلبيه، واحنا عارفين ليه، احنا نسينا هنا وعملناها كانها كومبريشن مش تنشن. طيب هنا في حركه افقيه 1 2 4،
نفس القيم بالظبط طلع من هنا زي ما احنا شايفين هنا في الحاله دي ودي. طبعا ما ننساش احنا عندنا حاله تانية اللي هي السيمتري اللي احنا كان ممكن نعمل اساس من الاول يعني مهندسين ان هم كومبتنت في الفاينايت اليمنت كان نعمل حاجه زي كده بس بسيطه خالص ربع المثال بس وفي الاخر هيحصل نفس القيم هيطلع هنا برضو معاه 1.24 وهنا 12.28. طيب هنا كان عندنا 33 تعال نبص كده هنا 33 برضو عندنا. طيب الدايره نفسها عند الدايره تعال نعمل زوم على الدايره كده ونأكد القيم زي ما احنا شايفين كده نفس القيم بالظبط في الريفرنس. فالامثله كلها كان يعني هوب فيلد يعني ان هي وضحت لك ان هو في الاخر لو انت فاهم الموضوع كويس مش اي فرق خالص هيطلع معاك نفس الحل بالظبط. فعندنا النقطه دي هي 3.08 طلع معايا هنا 0.1 8.8 هناك تقريبا نفس القيمه برضو وهنا نفس الكلام عندنا 3.03. يبقى احنا كده شفنا الديفورمد شيب في الحاله دي مظبوطه. تعال نشوف الشكل الثاني هنا برضو 1 من 1000 و3 من 1000 نفس القيم بالظبط اللي معانا في الريفرنس. وحتى هنا على الشكل ده نفس القيم برضو طالعه معانا بالظبط. يبقى ده توضيح بس ان هو ايه ان احنا عملنا حلول مختلفه وحصلنا على نفس النتائج. فالحلول كلها دي صح انا اصح فيهم مفيش بس بريفرنس ممكن يكون ده اسرع شويه مثلا ماشي لكن برضو ممكن حد يقول لا مش ممكن ده يكون اسرع على الكمبيوتر واحد يقول لي لا ما خدش فرق كتير ممكن هعمل الحل ده انا احط كاميرا هنا وانا فاهم ان هي كاميرا مش موجوده اساسا في المثال عشان احطها عشان اسهل على نفسي وانا بحط البريشر عشان حتى ما اغلطش في التنشن والكومبريشن. وحتى يقول لا انا عاوز امشي على المثال بالظبط احط هنا الاحمال واركز فيها واحط على كل شيء بالظبط براحتك. فالحلول كلها في الاخر هتديك في الاخر ايه نفس الحل. في الامثله اللي احنا شفناها كلها لو خدت بالك كده واحنا بنختار دايما بنعرف السكشن بتاعنا اللي هو بلين ستريس او بلين سترين في حاجه اسمها انكومباتبل مود تحتيها هي باي ديفولت مختارها. فيا ترى ايه الانكومباتبل مود دي؟ احنا لو تفتكر من الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها الماش وشفنا ان احنا الماش دي ممكن عشان نبدا نحسنها في حاجه من اتنين فيها الاتش ميثود ان احنا نخليه بدل ما هو حجم كده نصغر الحجم شويه او في طريقه ثانيه اللي هي البي ميثود نخليه بنفس الحجم لكن بنزود نقاط عندنا. فعشان احنا برنامج الساب زي ما شفنا اشتغل على طريقه اللي هي الاتش ميثود بس يعني هو بيصغر بس ما ينفعش يحط نقاط اضافيه. ففي مشكله مع الكيرفيتشر لما يعني يكون عندك مثلا في زي ما شفنا المره اللي فاتت لو في حمل استرس واخد كيرفيتشر كده وفي الاخر بيعمل خطوط صغيره جنب بعضيها. ففي مشكله تحصل ثانيه برضو مع العناصر اللي هي المثلثيه والعناصر اللي هي المربعه اللي هي 4 نقاط بس في حاله المربع او 3 نقاط بس في حاله المثلث ان هي بتبقى ستيف شويه. فالعناصر دي اللي هي البين ستريس وبين سترين لو احنا شلنا الانكومباتبل مود دي بيطلع تحت تاثير المومنت بس ما يكون عندك احمال تعمل مومنت عليها لكن لو في احمال نورمال فورس مش مشكله خالص. لكن في احمال تعمل عندك مومنت عليها هتلاقي ايه ان الكوركت ريزلت ممكن توصل لها لكن بعد ما توصل سلو كونفرجنس يعني فعلا تقعد تصغر كتير عشان توصل لها. دي مش متعلقه برضو بالساب دي طريقه مشكله في الفاينايت اليمنت في اي عنصر اللي هو المربع او المثلث فيه 3 نقاط او 4 نقاط بس تحت تاثير المومنت يبقى العنصر ده ستيف شويه. فعشان كده هم اخترعوا برضو مش الساب اللي اخترعها دي برضو طريقه فاينايت اليمنت هتلاقيها في اي كتاب فاينايت اليمنت حاجه اسمها انكومباتبل مودز. فاحنا هنشوف المشكله ايه سببها اصلا وبعد كده نشوف ايه بتعمل ايه انكومباتبل مود دي. انت لو عندك عنصر صغير زي كده لو ده عنصر صغير خالص خدناه وعليه مومنت فاحنا متوقعين ان هو يكون شكله بالمنظر ده كده الديفورميشن بتاعته يبقى في كيرف هنا وكيرف هنا بالمنظر ده كده. فحسب الكيرف ده يبقى عندك السترين في الاكس والسترين في الواي والسترين اللي هو الجاما اكس واي الشير سترين يعني بالقيم دي كده الشير سترين يعني يبقى بصفر. وممكن توصل القيم دي انا في خدت مثلث ده كده ده الزياده اللي حصلت عندك ده اتجاه ارتفاع اللي هو الواي هديك المعادله دي بسهوله ممكن توصلها بسهوله. الكيو 4 اليمنت بقى اللي هو العنصر اللي هو المربع او اللي هو عندنا اللي هو في البلين ستريس يعني الاربع نقاط بس في منظر ديفورميشن بالمنظر ده كده ما فيهوش كيرفتشر خالص فده بيخلي الشير سترين دي قيمه. يبقى هو الشير سترين في الاصل بصفر ولكن العنصر ده سواء في الساب او في اي برنامج تاني بيطلع له قيمه فده بيخليه او معروف باسم الشير لوك انه بيطلع القيم بتاعته ان القيم الاستريس بتاعتك تبقى اقل من القيمه الحقيقيه لانه في الاخر في سترين سترين بيشيل شويه من عندك من الاحمال اللي عندك ولو في الاصل مش موجود. عشان كده عمل اللي هو النظام الانكومباتبل مود. الانكومباتبل مود ده كانه بيزود نقطه ثانيه هو ما زودش نقطه ثانيه ولا حاجه بس بيحاول الايدجز بتاعتك ان هي تتلف كانها كيرفيتشر. فده معناها لو عندك عنصرين هيخشوا بعضهم المنظر ده كده يعني ده يعمل كيرفيتشر كده وده يعمل كيرفيتشر ده كده. في الاصل في الفاينايت اليمنت ان هم يكون العناصر زي بعضيها بالظبط زي ما احنا شايفين هنا ده اللي هو النون انكومباتبل لو هو في الاصل المفروض يبقى ايه الايدج دي والايدج دي يكون زي بعضيهم بالظبط. لكن زي ما احنا شايفين هنا عشان خاطر اللي هو الانكومباتبل ده بيحسن الريزلتس كتير جدا في حاله البيندنج وزي ما نشوف في مثال دلوقتي بيحسنها كتير جدا الريزلتس لكن في نفس الوقت هيخلي عندك ان هو يحصل ايه ان ممكن عناصر تخش بعضيها شويه او ممكن يحصل جاب عندك بين عنصرين وثلاثه فهو ده زي ما يكون تريد اوف كده. فاحنا في الاصل ما
بنستخدم اللي هو انكوماتر مود، نشغلها معانا عشان نوصل الحل اللي هو الدقيق. ممكن يطلع عندنا في جابس شويه في العناصر بتاعتنا مش مشكله، ولكن لو فرق يطلع كبير جدا يبقى نحاول بقى نشوف عنصر تاني زي الشيل او كذا، انه مفوش المشكله دي، مشكله تحصل في البرين ستريس والبرين سترين بس. فتعال نشوف مثال على الكلام ده، يعني نحسب الفرق بين الكومباتبل والانكومباتبل مود. ده مثال بسيط خالص، كان تليفر ممسوك فيكسد يعني، وسبان بتاعه 6 متر، وعليه حمل راسي على الطرف بتاعه 3000 نيوتن، قطاعه 10 في 60 ال اي 2 في 10 7 نيوتن على سنتي مربع، والباسوريشو بتاعتها 8/10. واحنا عايزين نعمل الكلام ده، نحله مره كفريم عادي، ونحله مره مثلثات، ونحله مره بمربعات، مره انكومباتبل ومره نان انكومباتبل، ونشوف ان واحد فيهم الاقرب للحل الصح اللي هو بتاع الفريم، اللي هو احنا خدنا فريم عادي خالص بدينا الحل اللي هو الاكزاكت. فنشوف بقى لو خدناه بلين سترين او بلين ستريس معلش هيطلع نفس الحل ولا لا. فتعال نروح على الساب ونشوف المثال الاخير عندنا هيطلع ازاي. نشوف بقى المثال الاخير عندنا في الحلقه. فاحنا عندنا هنا نشوف موضوع الانكومباتبيلتي، فهو حاجه بسيطه خالص، نروح كده على نيو موديل واشتغل طبعا على النيوتن والسنتي، وهشتغل على اختار اللي هو الجريد. فانا سالت هي اشتغل في الاكس زيت المره دي، فاقول له 11 و1 و5 ومسافات عندي اللي هي 60. انا بس هعمل مثال كده كاميرا وهعمله باكتر من طريقه ونشوف فرق بينهم. فلو رحت على مستوى الاكس زيت هيديني حاجه زي كده، يبقى الطول بتاعي هنا اللي هو 6 متر ودفعنا 60، ده الكاميرا بتاعتي. فنعملها مرة اللي هي المربعات، ومرة اللي هي المثلثات، وعملها مرة كأنها كاميرا عادية خالص بالقطاع بتاعها. فنبدأ بالكاميرا بتاعتنا، شفنا أكثر من مرة، فاحنا رحنا define section properties الframe section، وأقول له add new property، هشتغل على الكونكريت rectangular، القطاع بتاعها اللي هو 6/10 و1، أو احنا شغالين بالسنتي بدأ 60، بسميها مثلا هنا 60x10. بعد كده طبعا اظبط الماتيريال بتاعتي اللي هي الخرسانة عادي، هقول موديفاي، فالقيمة بتاعتي هنا اللي هي 2/10 أس 7، والاي بتاعتي ب 2/10، ومعلش الباسورش بتاعتها 8/10. اوكي، وارسم الكاميرا بتاعتي عادي خالص، اشغل امر اللي هو درو فريم من هنا لحد هنا، وبعد كده الجوينت دي ممسوكه اللي هي assign joint restrain fixed بالمنظر ده. فدي يعتبر المثال اللي هنقارن بيها الحل، المفروض يطلع لي الحل اللي يطلع معايا يكون زي الحل ده بتاع ده بالظبط. فعند الحمل هنا اختار الحمل نقطه دي كده، في حمل مقداره 3000، هروح على assign joint load forces في اتجاه الجزيت، مثلا اقول له 3000 اخليه لفوق. اوكي، طبعا مش عاوز الانويت، يبقى ايه اصفر الانويت. لحد دلوقتي مثال عادي خالص، اخدناه اكتر من مره، مفيش اي فرق، في كانتليفر وفي حمل وعنده مقدار 3000. طيب بعد كده انا هبدا اعملها بايه، بامر اللي هو الفريم. فعرف القطاع بتاعي define اللي هو section properties area section، اختار البلين، add new section اللي هو بلين ستريس، هيبقى 10 سنتي، واحط جنبها بس ان هو incompatible عشان خاطر نقارن بيها نبقى عارفين. فاقول له هنا سمكها اللي هو 10. اوكي، هرسم واحده بريكتانجل عادي كده، وبعد كده هكررها بريبليكيت، بس برضه هرسم واحده تريانجل، يعني اعمل مثلثات عشان نشوف الفرق بين المستطيل والمثلث. عشان اعمل مثلث عادي احدد اشغل اللي هو الدرو بولي، واحدد النقطه الاولى الثانيه الثالثه واقول له انتر، وبعد كده ثاني احدد النقطه الاولى الثانيه الثالثه وانتر. يبقى انا كده عملت الاثنين، ممكن بقى اعملهم ريبليكيت، اختارهم كلهم واديت ريبليكيت في اتجاه الاكس، انا عاوز 9 ثاني، وعندي مسافات عندي هتبقى في الاكس اللي هو 60. اوكي، يعملهم لي بالمنظر ده كده. يبقى هو ده نفس الكاميرا عملتها مره مربعات، هي نفس الكاميرا يوم مثلثات، هي نفس الكاميرا عملتها قطاع. همسك بقى الجوينتس هنا، assign joint restrained واقول له fixed، واحط الاحمال. فالحمل هنا 3000، احط نصه هنا ونصه هنا، فاختار الجوينت دي ودي ودي ودي، واروح على assign joint load forces، فاقول له المره دي 1500 عشان هي نص هنا ونص فوق ونص تحت يعني، وابلاي. فنفس الاحمال على نفس الكاميرات. يا ترى الحل ده هيطلع زي ده ولا هيطلع معانا حل مختلف؟ قبل ما نعمل الران انا عايز اعملها مره ثانيه، اخليها اللي هي اشيل واختار اللي هو الانكومباتبيلتي ونشوف هيحصل معانا ايه. فاختار الشكلين دول كده واعمل لهم ريبليكيت مره ثانيه، واقول له هنا واحده بس، واقول له في الاكس مثلا على مسافه اللي هي 700. اوكي، فاعملهم لي جنبيهم كده. هعمل ايه بقى؟ هروح اعرف قطاع تاني define
اللي هو السكشن بروبرتيز الاريا سكشن، هاخد كوبي من القطاع بتاعي ده اللي هو ال 10 سنتي، اقول له اد كوبي، هو نفس كل حاجه بالظبط. الفرق الوحيد بس انا هشيل علامه الصح من ان هو انكومباتبل مود، وهسميه 10 سنتي برضو اندرسكور كومباتبل. الانكومباتبل المفروض يكون اقرب للحل الصح، لان هي خاصيه دي قلت لك بتعمل عشان خاطر ما يحصلش اللي هو خاصيه اللي هي ايه الشير لوكينج. فكل حاجه ثانيه ثابته اوكي اوكي، بس اختار دول كده واعمل assign area section واقول له اختار اللي هو الكومباتبل اوكي. يبقى انا كده عملت المثال بتاعي بالظبط. اعمل بقى ران واشوف هيطلع معايا نفس الحل ولا لا. فاعمل ران اناليسيس، مش عاوز حاله الموديل. فكده يعني جاب شكل ديفورمد شيب بتاعتنا بتاع الحالات كلها. فاحنا وقفنا على النقطه دي كده، هتلاقي قيمه اليو 3 الحركه الراسيه 6 سنتي 0.06. في حاله اللي هي المثلث طلع معانا 0.01، فرق كبير خالص. من هنا يدرك ان المثلث في يحصل في اكتر حاجه يحصل فيه الشيروكنج اللي هو المثلث. طب المربع هنا، المربع هنا وقف كده على النقطه 0.06 برضه. فالمربع ده ادانا قيم تقريبا تكون القيم مظبوطه بالظبط. طب الحاله بقى الثانيه دي اللي هي الحاله اللي هي شلنا في اختياركم انكومباتبل، وقفت عليها كده هتلاقي قيمه عندك 0.04. فواضح ان ده احسن من ده. فده قلت لك ليه انه ستيب باي ديفولت الاختيار ده مختار. لان ثاني بقول زي ما قلت لك العنصر اللي هو الاربعه ده او العنصر اللي هو المثلثي ان جنرال في حاله البين ستريس بيحصل حاجه اسمها شير لوكينج، لما يكون عندك هنا في مومنت بيأثر عليهم، فهم الحمل كده بيبقى كان في مومنت عليهم. فالشير لوكينج ده بيخلي يطلع قيم معاك مش مظبوطه، زي ما هنا طلع 0.004 طلع هنا 0.01 برضه. عشان يحسنوا الموضوع ده غيروا معادله اللي هي الفاينايت اليمنت، مش الساب اللي عملها دي تحيه في الفاينايت اليمنت، غيروا معادله الساب اللي هي بتاعت البين سترين او البين ستريس، ان هم خلوها ان هو ممكن يكون انكومباتبل، وضافوا فيها ترمات ثانيه بحيث يخلوه اقرب من الحل الصح. فده واضح تاثيره جدا على حياه الشكل اللي هو المربع، ان خلى فعلا القيمه اللي طالعه معانا هنا 0.06 مقارنه 0.065، يعني تقريبا الحل الصح. لكن المثلث مفيش تاثير فيه كتير برضه 0.1. فده يوضح لك ان اهميه ان هو تستخدم قدر الامكان اللي هو المربع، ما تستخدمش المثلث. وفي نفس الوقت اكد دايما وانت شغال انك انت وانت بتعرف القطاع بتاعك بتاع اللي هو الاريا سيكشن، تاكد دايما انك انت مش مختار الخاصيه اللي هي انكومباتبل، تاكد ان هي شغاله، يعني الحاله دي غلط. الحاله الصح اللي هي الحاله دي ان هي ان كومباتبل، تاكد ان هي شغاله معاك. ليه؟ لان ده هو اللي بيديك الحل الصح اللي احنا عاوزينه اللي هو اقرب للحل الصح. طب المشكله دي بتحصل امتى؟ المشكله دي بتحصل غالبا لما يكون عندك في مومنت على القطاع. طب هيقول لي انا ما عنديش مومنت هنا. ما عندناش مومنت، بس احنا هو القطاع هنا عاملين يعني قوه راس كده، فيعمل تاثير كانه تاثير مومنت على البين سترين. فده يقول لك ليه دايما تحاول قدر الامكان انك تختار دايما اختيار ان كومباتبل. دلوقتي اتمنى تكون فهمت الخاصيه دي كويس. دي كانت حلقه النهارده، شفنا فيها امثله عمليه على استخدام الاريا اليمنت في حاله البلين ستريس. طبعا الاريا اليمنت هتاخد معانا وقت كتير، لسه في عناصر كتير هنشوفها تاني بعد كده. نشوفكم بعدين ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.